السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل في كل مكان في كل بيت في كل شبر من ربع هذا الوطن الحبيب الواسع الفسيح. نحييكم ونرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم في قلب الكان، هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة أيام كأس إفريقيا ليحدثكم عن كرة القدم الإفريقية بكل احترافية وموضوعية وشفافية كالعادة. ضيوفنا أفاضل يشرفوننا بحضورهم معنا، يتقدمهم علي بن شيخ لاعب دولي السابق محلل قناة هداف. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم الزلف اللون. أهلا وسهلا بك معنا. أيضا يسعد بورحلي واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الجزائرية لاعب دولي السابق ولاعب بوفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة. أهلا وسهلا بك يا يسعد. السلام عليكم مساء الخير. معنا أيضا عمار عمور الخلوق الأنيق لاعب دولي السابق محلل قناة الهداف. أهلا وسهلا بك عمار. أهلا بك محمد بالضيوف الكرام ومشاهدين قناة الهداف طبعا. ودائما عندما تلعب مصر يكون ضيف الشرف معنا الإعلامي المصري المعروف حمدي شجيع. أهلا وسهلا بك يا حمدي. أهلا بك محمد وأهلا بكل الضيوف الكرام. أهلا وسهلا بكم. إذن مشاهدي الأفاضل، المنتخب السنغالي يفوز بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعدما خسر نهائيين من قبل. خسر نهائي 2002 أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وخسر نهائي النسخة الماضية التي جرت بمصر أمام المنتخب الجزائري بنتيجة هدف مقابل صفر. اليوم يثأر لنفسه وينفض الغبار عن صدره ويتوج بطلا لإفريقيا. أسود التيرانغا اليوم تزأر وتفوز بركلات الترجيح. الزجاجة السحرية لم تنفع المنتخب المصري اليوم، لماذا يا حمدي؟ هو بس الناس عشان ما تفكرش الزجاجة السحرية يفتكروا فيها، لأنه واحد شفته على الفيسبوك كتب لي تعليق وقال لي والزجاجة هذه القارعة هذه كانت وش كان فيها؟ هذه طبعا الذي لا يعلم بعض التوقعات من سواء عصام الحضري أو كلام ده للركلات اللي هي من اللاعبين السنغاليين. ألف مبروك، لازم أول حاجة نقول ألف مبروك للمنتخب السنغالي للشعب السنغالي، مباراة استحقوا الفوز فيها، أدوا أداء قوي جدا. ولكني كمصري سعيد جدا جدا جدا. انا قلت لك يمكن من الحلقه اللي فاتت انا بعتبر ان مصر خدت البطوله من اول ما فوزنا على الكاميرون. النهارده لما اشوف اداء المنتخب المصري، طبعا كان بالنسبه لي في الشوط الاول يعني كان تفوق واستحواذ قوي جدا للمنتخب السنغالي، ولكن بعد كده بعد بالذات بعد التبديلات في الدقيقه 60 اللي اجراها كيروش، وبعد كده من هنا حتى بقيه عمر المباراه في الاشواط الاضافيه، أداء المنتخب المصري مع غياب لعيبة مهمة زي أحمد حجازي ولا عمر كمال، وبعدم وجود المدرب أصلا في عدم السماح له الموجود حتى في غرفة الملابس في موجود حتى تدريبات الإحماء قبل عدم وجوده موجود في المدرجات وإدارة المباراة بالهاتف، ومع ذلك يصل بهذا الأداء ومع ضربات ركلات الترجيح مع المنتخب السنغالي، حاجة بصراحة تشرف جدا ومبسوط جدا. ولكن في كل الأحوال برضو هي دي الكرة، ومبروك للمنتخب السنغالي اللي هو استحق الفوز النهارده. نعم يسعد بورحلي، هل تستحق مصر الخسارة وهل تستحق السنغال اللقب؟ قولوا خسارة، لا خسارة، يعني كان منتخب سنغالي كان أقوى أقوى من جميع النواحي تقريبا، يعني منتخب عنده إمكانيات كبيرة دفاعيا وهجوميا، وعنده لاعبين كبار يلعبوا في أندية أوروبية. تشوف الباركور تاع المنتخب السنغالي يعني مشواره في هذه البطولة يعني عكس تماما من المنتخب المصري. المنتخب المصري عنده روح المجموعة من ناحية تكتيكية، كانوا واجدين تغييرات المدرب، بيعمل يعرف كيف يتعامل مع المباراة، مباريات تتعامل معهم يعني تقريبا نفس النسق يعني في تبديل اللاعبين تقريبا من الدقيقة 60 يبدا يدير لي شونجمون تاعو. اعتقد ان المنتخب السنغالي كان احسن في هذه الدورة وكان يستاهل ياخذ هذه كأس افريقيا، خسر ديجا نهائيات، ولكن بهذه المجموعة بهذا اللاعبين بهذا المستوى يعني تقدر يعني اعلى مستوى، يعني هذا هو المنتخب السنغالي تقريبا اللي من احسن المنتخبات اللي في هذه الفتره اللي فاتوا على السنغال. اعتقد ان اليوم يستاهلوا كل هذا الفوز، حظ اوفر للمنتخب المصري. المنتخب المصري تكلمنا عليه فنيا وتكلمنا عليه من الناحيه الفنيه، يعني انت كنت توقعت بانه سيصل المباراه النهائيه. نقول لك علاش يصل المنتخب المصري، عنده روح مجموعه من الناحيه التكتيكيه، محضر بدنيا، محضر عنده حاجة زيادة لمنتخبات ما عندهمش، جل لاعبيه تقريبا يلعبوا في مصر
الاهلي والزمالك متعودين على افريقيا. نعم. متعودين على افريقيا ومتعودين على الاجواء. اعتقد ان حاجه واحده اليوم نتكلم عليها هي الاعلام المصري اللي هاجم من قبل هذا المدرب. والمدرب الحق النهائي ولا واحد كان ينتظر باللي المدرب هذا راح يوصل مع المنتخب المصري للنهائي. ثبت على حاجه واللي هي اليوم منتخب يعني مصري. نعم. موش اقوى المنتخبات في هذه الدوره، ولكن بال تصحيح المدرب واختيارات المدرب قدر يلحق للنهائي فرصة أخرى إن شاء الله المنتخب مصر. نعم عمور، ما هي أسباب فوز السنغال وأسباب خسارة مصر؟ أسباب فوز السنغال أذكرها، منتخب سنغالي ممكن ما تدخلش بقوة ولكن تدخل بريتم تصاعدي، المقابلة الثانية الثالثة كشر على الأنياب تاعه ونضم يوصل للنهائي بجدار واستحقاق، وكان هو المرشح مع الفريق الوطني الجزائري. نظن بلي ما خطأناش في ترشح السنغال الى النهائي، نظن بلي وصلوا ويستاهلوا على كل حال. لكن منتخب مصر نظن بلي بدايته في المقابله الاولى ضد نيجيريا اعطتنا واحد النظره ان منتخب مصر ضعيف نوعا ما، ما راحش يروح بعيد في الدوره، ولكن مقابلته ضد كوت ديفوار نظن بلي رجعت كفه المصريين، اعطت له الثقه، اعطت له التوازن. تغييرات كيروش اللي كانت ممتازه جدا، يعرف كيفاش يسير المقابله في المقابله ذاتها والمقابله الجايه، رغم انه ما كانش متاهل دور ربع نهائي الا انه سايرها بدنيا، وحتى في الربع نهائي ما كانش متاهل نصف نهائي وسايرها بدنيا. نعم. في نصف نهائي كذلك تخرج النيني انت في الدقيقه 80 وانت راح توصل لضربه الجزاء، ممكن وصلوا لضربه الجزاء عامل مهم خاصه في وسط الميدان، هذا معناتها راه يخمم في النهاية أكثر من أي شيء. نعم. لذلك المنتخب المصري نظن اللي كان ممتاز من الناحية البدنية، من الناحية التكتيكية كذلك، بروز بعض اللاعبين اللي بالك ما كناش نستناوهم قبل الدورة كمحمد عبد المنعم اللي أدى نظن اللي دورة في المستوى. نعم. أبو جبل كذلك دورة في المستوى، لكن الكل الشيء هذا يحسب على تكتيك المدرب، عقل المدرب، لانه لعب بالامكانيات اللي عنده، ما حبش يكسر راسه في حوايج واحد اخرين، لعب بالامكانيات اللي عنده، الافكار الجديده اللي تطورها في ثلاث مقابلات، من يبدا دائما بربعه ثلاثه ثلاثه من 60 دقيقه 70 دقيقه يتبدل 4-4-2. نعم. يعني تخطيط من الناحيه البدنيه الفنيه التكتيكيه من اروع ما شفنا في الدور هذه. نعم بن شيخ، تعليقك الاولي على تتويج السنغال وبعدين ندخل في الموضوع، تفضل. pour commencer لو سمحت لي نطلبوا الرحمه لعلي مسعود. انا نخليه في نهايه الحصه، معليش تفضل. لا لعبنا كيف كيف وجوزنا العسكر كيف كيف ونجم نقول كبرنا كيف كيف، ولهذا ما نجبتش نخليها، لان ربي يرحمه ويعطي صبر العائله تاعو. نعم رحمه الله وجعله ربي في الجنه ان شاء الله. انسان طيب، انسان ما شاء الله، ربي يجعله في الجنة إن شاء الله. لعب معك النهائي أما يلعب مع جوز أفريكا جوز معنا. نعم الألعاب الإفريقية 75 بن شيخ، هو لعب 75 و78 78. نعم وجوزنا العسكر كيف كيف، ولعبنا بوكو تشوز كيف كيف، رحنا ليكيب ناسيونال أونفان، لعب في الفريق الوطني، لعب في عنابة ولعب في اتحاد العاصمة أيضا. نعم ربي يرحمه رحمه الله ونحيي الناس عنابة وحسين ربات حبيبنا وخونا، نحيي ونحيي لعائلته وقاعدتك. نعم تفضل بن شيخ. باش نتكلموا قلت لي على السنغال. نعم شوف السنغال بداو كيما نقولوا حنا لونتمون مي سيرمون، باسكو مالغري لي برومي ماتش ما داروش دور كبير ولكن ربحوا. ايزون امبوزي الاخر تاعهم وجابوا لا فيكتوار، وفيريا ميزير بدا يطلع لو ريتم. لي دو ديرني ماتش ولا لي تروا مع البوركينا زادوا في لا فيتاس وشفنا السنغال في مستوى. السنغال سي اون ايكيب تري بيان اورغانيزي، لي ديفونسور يعرفوا كاع دي تريونغل بارتو، واللي عنده الكره عنده الحلول وما يرميوش بكرار، ولا شتهم وين يرميو في لا ديفونس وما يرميوش. فريق قوي في المستوى، عنده لاعبين ما شاء الله، ولهذا الفرق بين هما مصر، هما كانوا يمبوزيبل لو ريتم تاعهم، هما كانوا يلعبوا كانوا يهاجموا. مصر لا تترو جروبا وتستنى لي كونتر. نعم بن شيخ، تضيع ركله جزاء في بدايه المباراه للمنتخب السنغالي، هل اثر على السنغال ام لا؟ لا انا ما نضرش اثر على السنغال، باسكو كانت في 10 دقائق الاولى وكان كانت فير لافا ولا تاثر، مي 10 دقائق الاولى لكن لو سجلوها بن شيخ كان حيت يتبدل كاع المعلقه، التوالمي يولي ولا اللور ومصر تولي تهاجم ويولي دونجي الفوتبول ما تنجمش تعرف. نعم ولكن هنا كونترا سجعت
الغارديان بيت الحارس. نعم. هاي ضربه الجزاء الصوره، ومن فضلك علق لي هذه اللقطات لانه صلاح توجه الى ابو جبل وتحدث معه لانه يعرف ماني جيدا كيف يسدد. وبعدين جاء ماني وقال ابو جبل شوف، قال له راح نسددها على الجهه اليمنى، لكنه غير الجهه. نعم ابسالكم الاولى وعلى ما قالوش في الدوز في لافان تاع هذيك سي يقول له روح منها نعرفه بور جون سي با بارفو تصدق بارفو ما تصدقش ما يهمش، لكن ما ضربهاش مليح ماني، ما ضربهاش مليح. شوف هذه ضربها مليح، هذه لا ماشي هذه تاع لا فيكتوار. نعم. انا ما ضرباش باسكو ضربها في الوسط، نو ضرب حبي ضرب قوه اون فورس. هو حب ياسيري، ولو كان خير ران كوا وضربها شويه بين الاخر كانت تدخل با سي الفوتبول هذا هو. ولكن قلت لك السنغال تلعب كره القدم في المستوى مستوى عالمي ماشي افريقيا. سي لو بلون جو تلعب تهاجم تولي بعقلها فريمون ما شاء الله. مصر انا نقول لهم خرجوا بشرف، لان مصر ما بداتش مليح ومن بعد هذيك بدات هي قالنا طالعه داروا فينال ما شاء الله. انا ليا داروا بال فينال، عرفوا كيفاش يتحكموا، عرفوا كيفاش ما يخليوش لادفيرسير اللي كان قوي لو كان حلو مصر كان اللي بيت يكونوا بتات بالبزاف. يعني عجبوك اليوم مصر في المباراة النهائية؟ لأنه البعض قال بأنه مصر لعبت في الخلف وعطلت في الكثير من الأحيان هجمات كان راح يقوم بها صلاح ورفقائه. يعني الدفاع المصري كان بطيء في إخراج الكرة وكان يلعب قريب جدا من الحارس أبو جبل. بس شكون اللي كريا ليزوكازيون بيت؟ راحوا لهم شحال من الهدف لمصر، كيفاش لحقوا يراطيو هذوك لي بي؟ انا شفت واحد كره ثابته وكاين ربما فرصه للمنتخب المصري، ما عدا هذا ما شفتش اله هجوميه مصريه تحركت اليوم. ولي الاخره مع الاخره هذيك في الديزيمات اللي ضربها وخرجها الجول. لكن لو تقارنهم مع السنغال بن شيخ سي با الميم جو. السنغال ضيعت اكثر، كاين حرب بيني وبينك. انت تستعمل سلاحك اللي باش تنجم تكون قوي وانا نستعمل سلاحي. مصر لعبت لا فورس تاعها القوه تاعها هي لازم تكون للور، تكون تسنى وتروح. بصح كي يكون عندها الكره مصر ما تتقلق، شفتهم يتقلقوا انت لعبوا صغير بالعقل يطلعوا. نعم. داروا مقابله انا ليا سيتيم بال فينال. نعم امور لو صح نحييو المنتخب المصري لوصوله الى الدور النهائي ونشكر جميع اللاعبين على هذه المجهودات، ولكن هناك امر لم يسر بطريقه جيده مع الكوت ديفوار، تاهلوا بصفر هدف ما سجلوش، ومع الكاميرون في النصف النهائي تاهلوا بصفر هدف ما سجلوش، واليوم في النهائي ما سجلوش ايضا. يعني في ثلث مباريات مصيريه كانوا يتاهلوا حقيقه ويوصلوا لكره جزاء، لكن الهدف ما فيش. ما تقدرش تفوز بكاس افريقيا وانت في ثلث مباريات كبيره ما تسجلش ولا هدف. صح، ولكن من ناحيه واحده اخرى ما يسجلولكش. المنتخب المصري عارف كيفاه يلعب الامكانيات تاعه. كون يفتح اللعب منتخب مصري يخسر مع اي فريق. لاحظنا المقابله الاولى ضد نيجيريا شو كيفاه حب يبني اللعب. المنتخب النيجيري كان قادر يربح المنتخب المصري بثلاثه او اربع اهداف على الاقل. لذلك المنتخب المصري ما عندوش بناء اللعب. جماعه قالوا لك علي قال لك ما يقدروش يبنوا اللعب، هما يريحوا ويلعبوا على لي كونتر. يقدر يدير كات اوكازيون سانك اوكازيون ماركي واحده راه مهني. خرج صح سي فري ما سجلوش في ثلاث مباريات ولكن لم يسجل عليهم. هذا شيء ثاني مهم، شيء يديك دائما نقطه القوه. هل مصر فريق دفاعي؟ فريق دفاعي بامتياز ولكن منظم بدرجه كبيره. شوف المنتخب المصري خاصه في مقابله تاع اليوم ولا في ثلاث مقابلات، لانهم ثلاث مقابلات كبيره، الكاميرون كوت ديفوار نحو السنغال، الكاميرون كوت ديفوار او المغرب. نعم. ثلاث مقابلات من ناحيه كبيره. شوف يخلوك دائما المنتخب المصري تدخل معاهم في دي ديال لازم تدخل معاه في ديال في صراعات ثنائيه هو ممتاز فيها. هذه واحده. ثانيا يخليك دائما تطاكي خاصه في الشوط الاول، دائما تهاجم وتنسى روحك ويروح لك بلي كونتر. هذه شحال من خطره من المقابله تاع كوت ديفوار المقابله تاع اليوم.
يخليك دائما المنتخب المصري يخليك دائما تخلي محمد صلاح يشد لك على الاقل لاعبين او ثلاثه باش لا رولونس ما تخرجش. كما اليوم شفنا بالك نذكروها برك، اليوم شفنا سيس اريير غوش ما طلعش بزاف لانه كان محمد صلاح تما، وديالو اللي تبدا منه الهجمه لا رولونس تبدا منه كان مع صلاح، لذلك تعطلت شويه. لكن المباريات الكبيره هذه يحسمها اللاعبون الكبار. حمدي اين اختفى اليوم صلاح؟ انا بالنسبه لي لم يؤدي ذلك الدور الذي كان منتظرا منه، ربما تخالفني. بالعكس لعبه يعني بشكل جيد يعني. بالعكس صلاح النهارده كان معوض نقص الهجوم الكبير عند المنتخب المصري. هو اللي كان يعني عامل دور إرباك شوية في عملية الدفاع عند المنتخب السنغالي، هو اللي كان معوض عملية الإخفاق عند الهجوم في المنتخب المصري، وبالتالي وعملية التوتر مش مدي أريحية للدفاع السنغالي. شفنا التكتيفة بتاعته على الأقل 2-3 لاعبين في كل هجمة بيعملها. بالعكس النهاردة كان ليه دور، كان أنا بشوفه مقارنة بالمباريات اللي فاتت كان في أحسن حال مقارنة. دايما زي ما بيقول انا بتفق مع كابتن عمار، بيقول ان المنتخب المصري النهارده كان بيلعب في ظل امكانياته المتاحه. امكانياته المتاحه هنا طبعا انا ما بحبش في كل الاحوال بقول لك السنغال استحقوا الفوز، لعبوا مباراه قويه ومباريات سبقتها، ولكن انت بتتكلم مش في عامل ولا اثنين ولا ثلاثه، عوامل عديده جدا وعدم وجود لعيبه مهمين جدا، المدرب مش موجود، ثلاث مباريات قويه متتاليه في ظل مباريات لم يعتاد عليها المنتخب المصري بقاله فتره. فانت كوت ديفوار والكاميرون والمغرب وبعدين دلوقتي السنغال، وكل المباريات اللي فاتوا حتى دي كونوا يصمد الى حتى ضربات الترجيح، حتى وان لم يسجل اي اهداف زي ما بتقول، كونوا حافظ على انه لا يسجل في اهداف. المباراه زي النهارده انا بشوف فيها البطل رقم واحد هو الحارس ابو جبل، لانه يعني كان ممكن من ركله الجزاء الاولى خلصت المباراه، كان فيه تسديدات قويه جدا للمنتخب السنغالي، قدر ان هو يستفز المنتخب المصري، قدر النهارده بالامكانيات بتاعته يحاول ان هو يستفز حتى ويستنزف قدرات المنتخب السنغالي القوي بدنيا والمرتاح اكتر ومهيئ نفسيا حتى اكتر. حتى شفت ان المستوى الدفاعي في الشوط الثاني من الشوط الثاني الإضافي، المستوى الدفاعي في مصر كان مستوى دفاعي واثق من نفسه. شفت حتى في وسط منطقة الـ18 الباص والحركات بثقة، ما فيش فيها توتر، مش أول ما تيجي كرة وارميها وخلاص. فأنا بالنسبة لي وصول المنتخب المصري دلوقتي أنا مش هعتبرها خسارة، أنا بقول المنتخب المصري النهارده وصل المركز الثاني في البطولة. في حين إن احنا في مباراته الأولى كنا بنقول المنتخب ده مش هيكمل، ووسط زي ما بقول في الأول كان في حملة كبيرة على كيروش. بالعكس النهارده أنا أعتقد واستوجب على كل واحد إنه يؤدي التحية لكيروش اللي أدارها كذا مباراة قوية من مدرجات الجمهور في ظل وجود عدم لاعيبة مهمين جدا، ويوصل إلى هذا الأداء. برافو جدا جدا جدا، أنا كمصري اتشرف واعتز جدا باداء المنتخب المصري النهارده، لان ما كانش يهمني ياخدوا البطوله لا، انا كان لي خوفني لو يخسر باداء غير مشرف. نعم، اعطينا من فضلك حمزه مقارنه بين صلاح وماني قبل انطلاق هذه المباراه. طبعا الاضواء كانت مسلطه على هذين النجمين الكبيرين، من سيحسمها صلاح ام ماني؟ هذا هو السؤال الذي طرح بقوه. نشاهد الاحصائيات، يعني محمد صلاح افضل لاعب افريقي مرتين، بينما ساديو ماني افضل لاعب افريقي مره واحده. صلاح لعب 79 مباراه مع منتخب مصر، ماني لعب 84 مباراه مع منتخب السنغال. صلاح سجل 45 هدف وصنع 25 هدف، بينما سجل ماني 28 هدف وصنع 20 هدفا. في كأس العالم سجل صلاح هدفين بينما سجل ماني هدفا واحدا، يعني كل الإحصائيات تميل في جهة صلاح قبل انطلاق المباراة، ولكن ماني هو الذي حسمها في النهاية. كوني بطل إفريقيا ماني هو الذي حسمها. أريدك أن تحدثني عن دور صلاح اليوم. أنا ما عدا في لقطة أو لقطتين لما حاول يراوغ 3 أو 4 لاعبين سنغاليين، ولكن لسوء حظه التسديدة كانت ضعيفة، لم أشاهد صلاح المؤثر، صلاح الذي يتوغل، صلاح الذي يندفع، صلاح الذي يثير المدافعين من أجل ارتكاب الأخطاء. على العكس من ذلك شفت ماني يتحرك وقلق شوية الدفاع المصري. شوف محمد، كان زوج نقاط مهمين جدا، صلاح في المنتخب المصري وصلاح في ليفربول. نعم، شوف المنتخب المصري ما عندوش حلول هجوميه، الحل الوحيد في المنتخب المصري من الناحيه الهجوميه اللي هو محمد صلاح. اليوم محمد صلاح اذا كان فيه عنده لاعبين اللي يقدروا يلحقوا الكره باش يكون
في وضعيات مليحة بيسجل يكري لك ليزوكازون ويسجل لك. محمد صلاح اليوم تقريب ما كانش حل هجومي في المنتخب المصري لهذا المدرب تعامل مع محمد صلاح كذا مرة قلب رأس حربة تماما. نعم. في ظل يعني ضعف يعني المهاجمين في المنتخب المصري. نعم. المنتخب أعطيك صح المنتخب المصري لو كان في يوم مثلا اليوم عماد متعب والله عمرو زكي في المنتخب المصري كرأس حربة ممكن صلاح راح يدي هو اللي راح ياخذ تقريب هداف هذه البطولة. نعم. لهذا الفرق بين محمد صلاح وماني فرق كبير. اليوم المنتخب السنغالي كل لاعبين يسهلوا الامور لماني سواء على الجهه اليمنى او الجهه اليسرى تمريرات في العمق يعني اعطوه يعني تمريرات سهوله. لماذا؟ لان اللاعبين تاع المنتخب السنغالي كانوا حاضرين وعندهم امكانيات كبيره ليقدروا يحطوا اي لاعب في المنتخب السنغالي يكون في. هل صلاح ضحيه المنتخب الذي يلعب له؟ ممكن حسب رايي انا ممكن. لماذا نقول لك لماذا؟ احنا نتخيلوا له كان يعني محمد صلاح في جيل ابو تريكه والحضاري وهذاك وهو سيد معوض وبركات نعم. ويعني لاعبين عندهم امكانيات كبيره وعندهم المهاره الكافيه باش 2010 منتخب سنغالي بالمصري عفوا في 2010 كانوا فازوا على المنتخبات المتاهله لكاس العالم كلها نعم. في المنتخب الجزائري الكاميرون الكوت ديفوار وفي نعم. النهائي فازوا على غانا نعم. لهذا انا نقول هذه الاستاتستيك انا شخصيا اني ممكن في المقابله نامن بها على كل حال لكن في هذه تاع لاعب 40 مقابله 50 مقابله انا ما نامنش بها يعني نعم. كل واحد عنده امكانيات وكل واحد كيوش لحق البلاد والمنتخب اللي فيه. نعلق بس الحته دي ساعود اليك بعد قليل حمدي ولكن امين من فضلك اعطينا صور دموع صلاح وصور مواساة ماني لصلاح كانت الصور هذه جاهزة بما أننا نتحدث عن هذا الثنائي. ماني ذهب إلى زميله صلاح بعد نهاية المباراة وحاول أن يواسيه. صلاح كانت لحظات مؤثرة بالنسبة إليه خسر كأس أمم إفريقيا وهو الذي كان يمني النفس بالعودة بالكأس إلى مصر وكان في إحدى تصريحاته قال بأني لن أعود إلى مصر إلا والكأس معي. دموع صلاح في نهاية المباراة إن كانت الصور جاهزة تفضل حمدي. هي المقارنة ما بين صلاح وماني في هذه في هكذا مباراة أنا أعتبرها يعني غير عادلة. في كل الأحوال اللاعب ما عندوش ما فيش حاجة اسمها لاعب لوحده هو لاعب هو فريق مجموعة كاملة. فأعتقد أن صلاح النهاردة أدى الأداء الجيد وفقا للإمكانيات ووفقا للاعبين اللي معاه كذلك انعكس على ساديو ماني مع اللاعبين اللي معاه. كان صلاح حتى شفنا أوقات بيلعب دور دفاعي كمان مش بس دور هجومي كان عنده تحركات كتيرة في مستوى الملعب فده بالتأكيد هيستنزف من قدراته. لما تلعب في بينما المنتخب السنغالي مع ساديو ماني بيلعب بأريحية لأنه هو بيلعب في دوره هو وبس كمهاجم ما بيلعبش الادوار الثانيه ما بينتقلش الاجواء الادوار الثانيه بالظبط لكن صلاح كان بينتقل من ادوار مره من مهاجم مره لاعب وسط مره نعم. مدافع لانه فده استنزف قدراته ما تقدرش انت تاخد منه اوج قدراته او اوج نعم. عطائه في هذه المباراه وبالتالي اعتقد ان هو دي المقارنه الطبيعيه هو طبيعي ان ده يطلع ده الافضل من ده وفقا لاداء كل نعم. فريق. والله انا ليا صالح دار مقابله في المستوى دار مقابله كيما يلزم الحال علاش لان صلاح ولا شفت كانوا اللي يحكموا بليس دو جوار موراه اثنين صافي دير كانوا يعسوا فيه ثلاث لاعبين هنا كان يخلي الفرق لصحابه باش هما يروحوا يديروا لو ريست واحد كي يحكم لك ثلاثه ومام ما يلعبش بركه لعب لاخاطرش حاكم لك تروا ديفونسور نعم دونك صحابه الفرق على السنغال مام ماني يكون منا محكوم كاع يلعبوا لي زارير لاتيرو يطلعوا لي ميليو تيري يطلعوا دوتر زاتاكو يهاجموا كاع يخليوا له شويه الراحه ويلعبوا ان جو كوليكتيف مع ماني صالح نو صالح قاعد يستنى لي بال يكوفري يدعب هذوك لي روميس الصغار ويستنى باش ما يروح ولا يتيري ولا كري بوكو دو تيرا الحارس جبد دار مقابله في المستوى كي تكون معسوس بدو جوار برك وتلحق تكري الدونجي دبيت أنا أقول شابو أعطيه الصحة نعم بن شيخ الأشواط الإضافية التي لعبها المنتخب المصري لعب أمام كوت ديفوار لعب أمام المغرب لعب أمام الكاميرون واليوم لعب أمام السنغال يعني لعب ساعتين كاملتين يعني تقريبا مباراة وشوية هذا الأمر أثر عليه اليوم وانت شفت اليوم الفرق
هل شفت الفريق تاع مصر تعبانه ولا لا؟ بدنيا انا ما لاحظتش. حتى صفر النهائي ومصر قويين وحرين ويدافعوا. نعم ما يتأطرش عليهم لان موالفين يلعبوا يعرفوا مصر السول بي بلاد عربي اللي يعرف يسير افريقيا. السول بي اللي يعرف كيفاش يسير مع افريقيا. لماذا بن شيخ السبب؟ لان عندهم الاكسبيريونس تاع سات كوب دافريك دا وحده، لو كليما الحال تقريبا مصر او كيف كيف تقريبا كيف كيف، لان السخانه كاينه في مصر كاين الرطوبه تقريبا كيف كيف، دونك ورا الفرق. ومصر عند زمانك اللاعبين لعبوا كوب دافريك وي لعبوا يمشيوا طيله العام يمشيوا لافريقيا وعندهم تجربه كبيره، لعبوا داو غير سات كوب دافريك، ما نهضرلكش على لي كوب، واللي كلوب تاعهم الاهلي والزمالك ودائما يشاركوا دائما يلعبوا هذوك اللاعبين في الفريق الوطني ويفوركونات بلي يعرفوا يسيروا كره القدم مصارفه يعرفوا يسيروا كره القدم احتراف حقيقي ماشي احتراف همجي. نعم. احتراف في المستوى وداروا كاس افريقيا في المستوى وخرجوا بشرف. نعم هذا ساسي امبورطون. حمدي المناخ في مصر يشبه المناخ في افريقيا؟ لا انا اختلف بس مع معالي في الحته دي، لانه يعني مستوى الرطوبه اللي موجود في الكاميرون مش موجود في مصر، يعني حتى القاهره اصلا ما هيش مدينه ساحليه ومستوى الرطوبه فيها حتى يكون مش نفسه اللي هو الموجود في الكاميرون، حتى في هذه الوقت الراهن اللي احنا فيه. نعم. ده طقس بارد في مصر بينما هو مرتفع. إذن ما نعم نتكلموا على كاس افريقيا كي تلعب في 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 شهر جوان. السخانه في مصر كي تلعب على الساعه الزوج كيما نقولوا احنا كيما لعبت الجزائر لما لعبت السويس كانت رطوبة. في مواد جوان في مصر شحال تكون الساعه الرطوبه؟ لا حتى مصر احنا لعبنا ألف خطره تكون سخانه بصح مش الرطوبه. لا خلينا الرطوبه ممكن عندك الحق. ما هي السخانه الأسوأ يا كابتن. الرطوبه من الرطوبه تلعب على على التنفس على المشكله الأسوأ الرطوبه مش اللي عشان كده قلت لك المنتخب الجزائري اللي معانا في مباراه السويس امام كوديفوار كان بسبب ارتفاع الشديد في الرطوبه. هذه الجزئيه المهمه. الحاجه الثانيه المنتخب المصري النهارده لا مش بشوفه هو بدنيا كان في اقوى حالاته، صحيح يعني لم يظهر للناس الارهاق البدني ولكن ذلك كان على حساب انه الحد بشكل كبير من الهجوم ما كانش بيهاجم الى حد كبير، كان في منطقه الدفاع وبالتالي ما عندوش كان عليه انه يسيس المباراة ويستنزف قدرات المنتخب السنغالي يحد شوية حتى يكون هناك شبه توافق في القدرات البدنية. نعم. لأنه ما عندوش القدرة إن هو على مدار 90 دقيقة إن هو يقدر يجري طول الفترة دي كلها مع لاعبين. نعم. هم في الأساس. نعم. عليهم التفوق في الناحية البدنية. صح سي حمدي تفضل ليك الفضل. في الكرة القدم الفريق اللي يدافع برك يتعب أكثر من الفريق اللي يهاجم، هذه قراءة كرة القدم. فريق اللي يقعد اللور وغير يدافع أو يتعب لأنه يتعب يجري وراء الكرة يتعب بدنيا هكذا فيزيك بدنيا ويتعب مونتالمون، طونديك اللي راه يهاجم أو اللي يجري في الكرة أو عنده اللي يريحه من اللور خاطرش الكرة راهي تجري ويحوسوا الحول. من تتقعد لازم تدافع تجري تدافع تتعب أكثر. نعم بن شيخ عندنا فيديو للحارس أبو جبل وهو يبكي بعد نهاية المباراة، تأثر كبير عند الوفد المصري. نعم. أبو جبل الذي أهل مصر مرتين في هذه المنافسة اليوم الركلات، ولماذا لم يكن أبو جبل اليوم موفقا مثل ما كان في المباراتين السابقتين؟ كان موفق صد واحدة اللي تيرر هم اللي ما توفقوش لأنهم اللي تيرر وضربات الجزاء المقابلة اللي فاتوا سجلوا 5-5. لكن في المباراة الماضية أمام الكاميرون خرج اثنين وواحدة راحت خارج الإطار، يعني صد ثلث ركلات ولكن اللاعبين اللي سدوا سجلوا الأهداف كاملة. نعم. لذلك هذا يعطي دفعة معنوية أكثر لما الحارس يحكم واحدة. نعم. والمدافع ولا المهاجم اللي يجي تيري يزيد يعاود يراطي يخسر، يعني الحارس راك تزيد يبذل مجهود أكثر مضاعف باش يزيد يسترجع الركلة هذيك. ذلك نظن اللي تيرر اليوم كانوا ناقصين مقارنة بالمقابلتين اللي فاتوا. والحارس ديجا أبو جبل أقدر. نعم. ديجا دار في المقابلة قالك نسيبنا هذا بن شيخ في المستوى احنا قاعد نسابنا احنا متزوج بجزائري دوك يجي الفريق الوطني تاع هو المعلوم ما عرفش دوك يجي مرتو جزائري دوك يجي فهمت هو من الصعيد هو من اسيوط من الصعيد. خليني اقول لك على حاجه،
انا مختلف معك في الجزئيه دي. لا ده ابو جبل النهارده ادى اداء قوي جدا، ادى اداء قوي جدا. وكونه علشان انا وش قلت باش تختلف معايا؟ انت قلت لي ولي فكرني قلت لم يكن موفقا في ركلات الترجيح، لكن في المباراه عمل مباراه قويه. لا شوف ضربات الترجيح انا في رايي لو الخمس كرات لو تصد منهم واحده انت برنس ماشي، دي حاجه كويسه جدا خاصه لما تكون من اوائل الكور. نعم مشكلية هنا دلوقتي كوت ديفوار سد واحدة وفرنسا بالضبط. كوت ديفوار ايه اللي حصل لما الكاميرون في كورتين ما تمش تسديدهم؟ الموضوع ده بيعمل ارباك لبقيه التسديدات. نعم. ده اللي حصل النهارده مع المنتخب المصري. اول كوره بتروح بتخليك بقيه اللعيبه في حاله ارباك والحارس نفسه يكون في ارباك. انت ما تكونش محل ثقه. لا المنتخب المصري كان الروح المعنويه اعلى. لماذا؟ لانه مصر هي اللي فت ضيعت الضربة الأولى ومباشرة بعدها هو صد كرة، يعني الروح المعنوي عند المصريين علات. لا ليس هنا نعكس يسعد. شوف هو معنوي المنتخب المصري وخاصة الحارس يعني تقريبا تقدر تقول توفيق وتقدر تقول فيه شوية حظ كما يقول محظوظ يعني تقريبا فيه تقريبا الحظ مش تقريب لازم هي لازم يكون فيها شويه حظ. معليش معليش لانه مش كامل مع الركلات وحده فقط اللي راح لا هو 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 في حراسه المرمى يعني في المستوى يعني انت انت, انت تصد الركله بتاعت ساديو ماني دي لوحدها دي بالماتش. صح صح. انا بالنسبه لي بالماتش دي الماتش كان بالنسبه لي وقتها كان منتهي. صح. خلاص. لا ده هو بالعكس انا مبسوط جدا لانه النهارده مش كنت بقول لك وانا بتكلم في العوامل اللي احنا افتقدناها النهارده ما ذكرتش ان الشناوي ما كانش موجود فهمتني؟ لا انا بالنسبه لي النهارده ابو جبل كان زيه زي الشناوي اداؤه كان ممتاز جدا. ما فيش مشكله تفضل كمل يا حبيبي. تفضل اسمح لي. شوف الجزائر الحارس المرمى اليوم الحارس المرمى هو حارس ممتاز ولكن تقريبا تسديد ضربات الجزاء تقريبا كان مدروس يعني كل لاعبين دوك في العالم اي مدرب حراس مدرب يعني كان اخصائيين في ضربات الجزاء يشوفوا ياناليزيو اللاعبين اللي راح يتيريو على بالهم وين يضربوا ولكن كطيح فيه يعني لعاب يعني مهاري ولعاب يعني كيما نقولوا عندك تقنياتك محنك راح يضربك ضربه يتيري ضربه جزاء يعني ما تقدرش تتوقعها من يضربك على اليمين على اليسار. على العموم على العموم منتخب مصري يعني تقريبا دفاعيا كما كان يقول علي بذل مجهودات كبيره وتحيه كبيره للمحضر البدني في هذه الفتره بالذات يعني تقريبا شفناه لعب تقريبا هذه المقابله الرابعه يعني حتى ضربات الجزاء ولا واحد يعني جاته كرومب ولا تشنج عضلي ولا ما تشوفش يعني صح. يعني تقريبا محضرين يعني في اعلى مستوى. الفرق اليوم الفرق اللي صنعت الفرق اليوم واللي هذه كانت متوقعه من بدايه البطوله راه لعبت ضد منتخب مستوى عالي وهذا المنتخب هذا المنتخب اللي راح بالك راح دوك نفوكيك شويه تما هذا المنتخب راح يفوز على المنتخب المصري وراح يتاهل لكاس العالم لقطر وراح يكون عنده شان كبير المنتخب السنغالي في قطر لاعبين في اعلى مستوى لاعبين محضرين تحضير عالي عنده لاعبين يعني صغار في السن اللي عندهم امكانيات كبيره اللي بدا ينضجوا حاليا تقريبا يعني 2019 ضد المنتخب الجزائري يعني كان وقف معنا الند للند وكان في بعض الفترات احسن من المنتخب الجزائري. لكن على اي اساس رشحته للفوز على مصر والتاهل؟ راح يفوز يفوز يعني لماذا يفوز؟ نقول لك على لماذا. اولا في مصر مقابله في مصر المباراه الذهاب في مصر والعوده في العوده في السنغال ممكن جدا ممكن جدا المنتخب المصري راح ينهزم في القاهره يلعب في القاهره. لماذا؟ هذا حسب رايي شخصي. لماذا؟ راح تلعب ضد منتخب اللي لازم تسجل لازم يعني لازم تبني اللعب لازم تبني اللعب لازم تسجل تبني اللعب تفتح المساحه تفتح راح تخرج من المنطقه الدفاعيه باش تهاجم وما عندكش ما عندكش حل واحد اخر تريح في الدفاع يستغل هو الفرصه ممكن هو يلعب لك على الهجمات السريعه ولا المضاده يسجل لك من يعني فكريا ومنطقيا المنتخب المصري راح يخرج منتخب السنغالي عنده الامكانيات باش يسجل في المنتخب المصري سواء في بناء الهجمه سواء في المرتده او الهجمه السريعه. نعم. اعتقد ان منتخب يعني في اعلى مستوى وزيد كان حاجه ثانيه. السنغال هو اقوى منتخب في افريقيا اقوى حاليا. منتخب اقوى منه حتى يسعد اقوى لا هو 2019 يعني تقريبا كان احسن منه ولكن كيف فزنا عليه في النهايه اصبحنا احسن منه ولكن حاليا اعطيك انا بدليل يعني نعم. اليوم 2019 شوف 2019 نهائي
2021 نهائي خذال الكأس، و2018 تأهل إلى كأس العالم. كأس العالم يعني تقريبا يعني الاستابيليتي كان يعني استابيليتي في هذا المنتخب موجود، المدرب باقي على العارضة الفنية، فيه لاعبين اللي موجودين. تكلمت على نقطة مهمة ومهمة جدا، هي هذا الجيل تاع السنغال اليوم إذا ما اليوم ما فازش مع هذا كأس إفريقيا، في كأس إفريقيا ممكن جدا كان الحين يغادروا بعض اللاعبين اللي ممكن 32 33 سنة، نعم. اللي ممكن ما حين ما يزيدوش راح يتلاقوا في نهائي واحد أخر، نعم. ولكن معليش تروح يقول لي هو كان رايح يروح كنت راح نروح الإشهار وليس هذوك يقول لك كيف راح يربحون في كأس العالم. سأعطيك المجال للرد ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدي أفضل برنامجنا متواصل، سنلتقيكم بعد هذا الفاصل إذا تكرمتم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأفاضل من جديد، أنتم معنا في برنامج في قلب الكان، ونحن نتحدث عن فوز السنغال بكأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه. السنغال فازت على مصر اليوم بركلات الترجيح بعدما انتهت النتيجة النهائية للمباراة 0-0. يسعد بورحلي كان قبل الفاصل قد تحدث وتكهن بخروج المنتخب المصري من نهائيات كأس العالم وتأهل المنتخب السنغالي. ربما هذا الكلام لم يعجبك كثيرا حمدي. مش لم يعجبني، لا أنا أختلف مع الكلام، لأنه كابتن يسعد طبعا مع احترام تقدير الرأي الكبير ولي، هو بيتكلم عن المنتخب المصري الحالي الذي لعب مباراة اليوم، من هنا حتى مباراة كأس العالم أعتقد أنه في لاعبين مهمين جدا سيعودوا إلى المنتخب. كل اللي احنا افتقدناه النهاردة، كل اللعيبة المهمين هيكونوا موجودين. زي ما قلت سلفا أنه وصول المنتخب المصري النهاردة بهذه الإمكانيات وهذه الافتقاد حاجات كثيرة جدا مع المنتخب السنغالي لضربات الترجيح، أعتقد من هنا عنده الوقت الكافي لاستعادة إمكانياته بشكل قوي جدا وعودة اللاعبين. السنغال ما عندوش حاجة يستعيد، يعني ما مش مستقد شيء عشان يستعيده، هو النهاردة كان بأقوى فرقه وأقوى أداء وأقوى لعيبته. احنا اللي كنا مفتقدين لاعبين مهمين، كيروش في الملعب، حاجات عناصر كثيرة جدا، كل ده لما ترجع تعود بيهم تاني مش هقول لا احنا هنفوز على السنغال، لا فيها وفيها، وارد جدا السنغال تفوز، فريق قوي جدا، ولكن ما اقدرش اقول لا ممكن المنتخب المصري كمان يفوز. هي الصعوبه بس تكمن زي ما قال الكابتن يسعد ان المباراه الاولى في القاهره. نعم بن شيخ اليو سيسي قبل طرحتي سؤال، قلت انت هذا سؤال حب يعاود يرجع للمنتخب الجزائري تفضل. لا لا لا، هو عشان كابتن يسعد في السؤال لما طرح عليه ولما سئل من شيخي ايهما افضل، يعني هل المنتخب السنغالي افضل من المنتخب الجزائري، لو قلت له ما وصلتش من اجابه فقلت لك الاجابه. لا شوف، في الوقت الراهن المنتخب السنغالي افضل من المنتخب الجزائري، افضل في شوف المنتخب السنغالي حاليا بطل افريقيا. انت الكلمه هي تقيله عليك، انظر افضل من لما سئلت في المنتخب المصري قلت افضل من المنتخب المصري، هل هو افضل من المنتخب الجزائري؟ نجاوبك مش افضل من المنتخب الجزائري، احسن منتخب في افريقيا. يعني طب هي فهمني، ما انت لما سئلت على هو ومصر قلت افضل من المنتخب المصري. انا قلت لك منتخب السنغالي احسن منتخب في افريقيا. طيب حل اللي واش تحب انت دوك، فهم واش تحب انت. انا فاهم انا اقصد، ويعني ده ينم على قد ايه حب الجزائريين للمنتخب الجزائري. احسن منتخب في افريقيا. ايوه انا فاهمك، لما سئلت بين السنغال ومصر قلت السنغال المنتخب السنغالي افضل من مصر. شوف اخي نقول لك، وبعد كده نتكلم من الناحيه الفنيه، فنيا 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 المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري شو بكل حياديه، يعني من الناحيه الفنيه شكون اللي في الوقت الراهن؟ في الوقت الراهن اقول لك المنتخب المصري، المنتخب المصري بلغة صح. الأرقام بلغة الواقع بلغة تتكلم أرقام طبعا، يعني معقول. أليو سيسي اسمح لي، أليو سيسي في آخر تصريح قال قبل النهائي، لا أدري إن كان تصريحا دبلوماسيا أم يريد أن يجامل الفراعنة، قال بأنه مصر هي أفضل منتخب عربي في الوقت الراهن. هذا كلام عشان أليو سيسي نتكلم عشان ما حد يزعل مني ثانية واحدة، عشان الناس عارفين الجزائري. نعود نرجع لك يا أنا باخذ منك خمس ثواني زيد له خمس ثواني من عندك. لا قلت لك إن هو كلمة على مدار عمر البرنامج طول الفترة إنه المنتخب الجزائري، وقلنا في فترة كان أقوى فريق في إفريقيا وحاصل لقب 2019 كأس العرب، وجه حاجة قدم كثير من العطاء، ولكن الوضع الحالي
أبقى غير منطقي لو أقول لك دلوقتي في ظل المنتخب الجزائري اللي خرج من بداية البطولة والمنتخب المصري اللي وصل لنصف النهائي أقول لك المنتخب الجزائري أفضل من المنتخب المصري. مش منطقي. شوف مالك هلا هندورو كي الزربوط. مالك هلا هندورو كي الزربوط. الزربوط ده مالي. إحنا في الإيميسيون ولا في أي اللي يتكلم على كرة القدم في الجزائر أنا نشوفه فيهم يتكلموا بالأرقام. اللي ستاتيستيك هكذا نعم. لا غلط صلحني يخاقد يحبوا يتكلموا بالأرقام نقعدون في نتكلموا بالأرقام الجزائر عند الثلاث سنوات كانت شامبيون دافريك كان أحسن فريق في صحيح. أفريقيا صحيح. أوكي سينيغال كانت فيناليست مع الجزائر ولو لعبت مليح من الجزائر شامبيون دافريك دونك الجزائر أحسن فريق في أفريقيا اليوم سينيغال لاميريكيب في أفريقيا اللي هنا هي شامبيون دافريك صحيح. مصر فيناليست لحقت النهائي ودارت نهائي في المستوى اليوم احسن فريق في عند العرب ما تروحش له دوكا ولا ندخلوا في الفني في التكنيك نقول لك المغرب لعب كرة القدم نقول لك تونس خرجوا كان بشرفهم فهمتي بوركينا فاسو بوركينا نهضروا على العرب نهضروا على العرب احنا العرب اللي نهضروا بزاف نقعدوا عند العرب فهمتي بوركينا فاسو ماناش تكلموا تكنيك رانا نتكلموا بالارقام الارقام مصر احسن فريق في العرب تفضل فيناليست تفضل ونريد ان نشرك عمار عمار تفضل تفضل انت وبعدين نروح لعمار كنت تحدث عن الجزئيه من الناحيه الفنيه وكذا تفضل. شوف نتكلموا فنيا يعني اي واحد يعني يعرف كره القدم ويتبع كره القدم كي تشوف المنتخب المصري يلعب تحس باللي عنده روح مجموعه ما عندوش فرديات كبيره عنده ان جروب عنده روح مجموعه يعني تقريبا اليوم لو يكمل هذا المنتخب كيروشي راح يكمل في نفس الخطه اللي راح يلعب بها باش يتأهل كاس العالم مش راح تفيدوا الخطه هذه مثلا مش راح تفيدوا خاصه في مصر وخاصه كي تلعب في بلادك راح تخرج باش تهاجم تلقى ديزي سباس تلقى يعني فراغات منتخب سينيغالي عنده امكانيات يعني لاعبين كبار عندهم امكانيات كبيره اليوم كنت تكلموا عليه تقول لي على العرب العرب منطقيا في العرب اليوم ما كانش واحد ادى اداء كما المنتخب المغربي ايه واش انا تكنيك صح كونتومبار بالارقام يا اخي يحبوا الارقام انا ما نحبش الارقام يروحوا بصح يتكلموا بالارقام شكون نهائي اليوم انا بخصوص المغرب ما راحش نخرج على الموضوع كثيرا عمل مباراه كبيره جدا مع مالاوي احسن مباراه ربما له منذ سنوات ولكن امام المنتخب المصري كان مختفي يسعد ما عملش ما قدم ولا شيء من اجل ان يتاهل حتى من غصوش كثيرا في هذا النقاش عمار عمور اريد ان اعود بك الى الناحيه التكتيكيه ماذا حدث اليوم بين كيروش واحد من دواهي التدريب مدرب عالمي وبين اليوسيسي الذي كافح وحارب طيله 7 سنوات كامله من اجل الوصول الى هذا اللقب خاصه التغييرات الكثيره في الشوط الثاني شاهدنا كيروش في الدقيقه 59 يخرج 3 لاعبين ويدخل 3 لاعبين حتى ان السوليه خرج زعفان شويه نظن بلي تغييرات مرتقبه لانه لعب بها تقريبا مقابله كوت ديفوار دائما دقيقه 60 65 55 كاين ديفون فلاميطون يدخل مقابله اللي فاتت الكاميرون فلاميطون خرج السوليه ودخل تريزيكي علاه باسكو يحاول كيفاه في ال 45 دقيقه الاولى يحاول كيفاش يكمل الشوط الاول بصفر لصفر يخلي دائما الفريق المنافس هو اللي يطاكي هو اللي يتحكم في الكرة وهو يريح يدافع ويلعب على الهجمات المعاكسة المهم أنه ما يسجلوش في الدقيقة 60 دقيقة 65 يدير تبديلات أكثر منها هجومية لنقل الهجمة من وسط الميدان إلى الهجوم نظن بلي نقطة ضعف المنتخب المصري هي في وسط الميدان الهجومي الثالث كاين 3 وسط ميدان تقريبا لو ميم بروفيل 3 وسط ميدان تقريبا لو ميم بروفيل لما يدخل تريزيغي كوسط ميدان هجومي ثالث ثم وين نشوفوا الثنائيه ما بين صلاح وتريزيكي تنعش الهجوم اكثر وشفناها شحال من مره ومقابله المغرب كانت نضم لي احسن دليل واحسن مثال على ذلك اليوم الثنائيه هذيك ما شفناهاش علاه لأن صلاح كان تمركز أكثر على الجهة اليمنى وتريزيغي كان على الجهة اليسرى خلاص ولكن من الناحية التكتيكية نظن المنتخب المصري من أحسن المنتخبات في الدورة هذه من الناحية التكتيكية ومن ناحية مسايرة المنتخبات يعرف كيفاش يهبط الريتم تاع المنتخب المنافس غياب كيروش عن دكة البدلاء وصعوده إلى المدرجات هل أثر اليوم عمار؟
يأثر لأنه يأثر شوف يأثر من جهة لأنه كان في العديد المرات يكسر ريتم المقابلة بالاحتجاجات تاوعه صح 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 يعني احنا جبنا يعمل تكتيك ويحتج اليوم هذه تكتيك اليوم احتجاج تكتيك يعني بيصير تكتيك باش تكسر ريتم المقابله ريتم السينيغال ريتم عالي جدا لو منتخب السينيغال طلع الريتم كثير منتخب مصري ما راحش يسيروا اي منتخب ينافس السينيغال ضبلي بالريتم تاعو ما كانش منتخب راح يسيروا لذلك منتخب مصري كان ذكي جدا عرف كيفاش ينقص ريتم السنغال ويلعب بالريتم تاعو اللي حبه لانه كسر تقريبا الهجمات كاع كان يعتمد على الكثير من المرات على الكرات على المخالفات خاصه في الشوط الثاني في الشوط الثاني نضبري تبدل الامر ولو حب المنتخب المصري يلعب هجوميا اكثر اعتماد على صلاح كما قلت لك وتريزيكي لكن الامر لم يثمر لكن تكتيكيا ضمن المنتخب المصري من احسن المنتخب بن شيخ لدينا صوره اريدك ان تركز فيها قليلا فينسنت ابو بكر احسن هداف هذه لا اعتراض عليها ساديو ماني افضل لاعب في الدوره هل عندك اعتراض وماندي احسن حارس في الدوره انا شخصيا عندي اعتراض تفضل مصري منتخب مصري أنا نشوف في ماني ما عندكش اعتراض أفضل لاعب في الدورة بيان سير وبالنسبة للحارس ماندي اللي عطاو له أفضل حارس في الدورة أنا ما نشوفش أنا نقول صح أنا شفت الحارس تاع مصر أبو جبل دار تورنوا في القمة اللي دخل هو في المستوى جبد لي بيت اليوم برك خرج واحد ثلاثة ولا اللي بيت تاع لافر كان في القمة أنا ليا هو اليوم أحسن من أنا نشوف أبو جبل ونشوف بونو حارس المنتخب المغربي صد المغربي قال مليح صد واحد الضربة في المباراة تاع غانا وهي اللي رجعت المنتخب المغربي تاع مصر ماندي لا أدري لماذا لأنه ربما عمار تلقى هدفين فقط هذا هو الشيء اللي أنا ضبلي أبو جبل هو أحسن حارس أبو جبل هو أحسن حارس كي تتكلم بالستاتيستيك كما قال لك علي أحسن حارس في العالم ماندي إيه بالإحصائيات لكن من ناحية الفنية الصديات اليوم كي تتكلم تتكلم على الدورة راح تدير الحارس المرمى أمام هو تلقى هدفين وهذه أحسن حارس في العالم راح تزيد تضيف له حاجة صحيح واللي هي راح يتعاونوا لكن يسعد اسمح لي نتناقش شويه انا وياك انت لعبت كره القدم وتعرف جيدا بانه الحارس اللي يتلقى هدفين ويجوه ثلث فرص يعني من ثلث فرص وصلوا لك تسجلوا لك هدفين ماشي كيما الحارس اللي يجوه 40 هجمه ويتلقى 4 اهداف او 5 اهداف انا اقول لك محمد كامارا حارس منتخب سيراليون والله غير في رايي من افضل الحراس في هذه الدوره يعني صحيح المنتخب تاعو ما تاهلش للدور الثاني بصح في ثلث مباريات تلقى اهداف ولكنه صد الكثير من الكرات امام منتخب جزائري خرج 7 و8 كرات تاع اهداف انا نزيد نبسطها لك محمد نبسطها لك احسن لاعب في العالم شكون حاليا شكون اللي ده احسن لاعب عطوها لميسي فرانس فوتبول ميسي يستاهل يكون احسن عالم احسن لاعب تدخل فيها عده اليوم هذا الحارس اليوم الحارس هذا من احسن الحراس في العالم وعنده قيمه ثابته هذا الحارس قيمه ثابته ممكن كان ينافسه اللي ينافسه مشى للنهائي ممكن كان تنافس بينه وبين هذا ابو جبل ومشاو الاثنين في النهائي هو ثاني صدر بالجزائر اللي تاهلوا بها نعم هو ثاني حبيت ان نزيد نضيف معلومه يتكلم عليها عمور على المنتخب المصري شوف المنتخب المصري محمد صلاح واش من دفاع لعب ضد احسن حارس في العالم وزيد كوليبالي زيد يعني عندك مدافعين ديالو يعني مدافعين في اعلى مستوى هذه اللي ثاني من الظروف اللي صعبت على محمد صلاح وخاصه هو معزول في الهجوم هذا كلام سليم اتفق معك بشانه محمد صلاح اليوم لعب امام واحد من اقوى الدفاعات في افريقيا خالد كوليبالي طبعا لاعب معروف ومشهور جدا ديالو لاعب باريس سان جيرمان سيس وسار لاعبان ايضا في الرواق سريعان وقويان من المقابله الثالثه اللي لعبها ودخل كحارس اساسي عنده هدف واحد ربما لو تلعب دخل متاخر في الدوره ما طولوش احسن حارس احنا نشوف خلينا نتكلم انا شخصيا نشوف ابو جبل نتكلموا الاكثر تاثيرا نعم على كل حال تاثيره على المنتخب المصري كان مؤثر جدا صح في الربع مقابلات والخمس مقابلات عدد الهجمات ولا عدد الصدات الناجحه نضبلي اكثر من اي حارس منذ بدايه الدوره خاصه في المباراه دي حضوره مع الفريق لانه
مش لاعب شاب، مش محارس شاب، يفوت 32 سنة، 32 سنة حضوره في المنتخب حضور مؤثر. نعم. حتى من ناحية المجموعة 33 سنة. نعم. حارس الزمالك المنتخب المصري. نعم. لذلك ندوبلي كان يستاهل أحسن حارس في الدوري. نعم. واليوم حتى في المباراة هذه ربما كان أفضل لاعب لأنه صد ركلة جزاء ووقف الكثير من الهجمات. عندك رأي في هذه حمدي؟ أنا أعتقد ربما كونهم خدوا هم البطولة ساهمت شوية، ممكن مش عايز يعني على رقم الأداء القوي لأبو جبل، وأنا بالنسبة لي فعلا حتى لو دخل متأخرا ولكن دخل في مباريات مهمة جدا. صح. دخل في أول مباراة دخل فيها، دخل في توقيت صعب جدا، نجح في الاختبارات اللي وقع فيها بشكل كبير جدا، خاصة مباراة شوف صورة هذه شحال صعبة. مباراة اليوم هو ليه حق النهاردة يبكي، لأنه كان يعني شرف أنك ترفع الكاس باسم بلدك. حتى صلاح النهاردة هو بيبكي لأنه بالنسبة له دي كانت أول بطولة ياخدها منتظم كل شيء. صح. تقدير الشعب والجمهور المصريين أنا متأكد أبو جبل لما يروح هيرفع على الأكتاف. نعم. في مصر، ولكن برضو لا نقلل من شأن الحارس السنغالي، ربما لم يختبر في كثير من الكرات حتى نرى مهاراته النهاردة. أنا أطرح لك سؤال ممكن. فضل. لو كنت المدرب منتخب المصري بين الشناوي أبو جبل في المستقبل، شكون تلعب في المستقبل القريب ولا البعيد ولا؟ في مارس. في مارس. في مارس الشناوي طبعا. الشناوي مش أبو جبل. لا 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 لا. يعني بص احنا انا مش همشي مع الزيطه. ابو جبل كل احنا فرحانين بيه ليه؟ لانه اكتشفنا حارس قوي جدا، فاهمني، واحد قوي جدا، لكن لا احد يستطيع ان ينكر مهاره وحنكه واحترافيه الشناوي وخبرته مهمه جدا. انت شفت، انت عمرك شفت الشناوي، مع احترامنا طبعا لابو جبل، شفته ماسك ازازه فيها مكتوبه اللعيبه التوقيعات؟ شفتها قبل كده؟ هذه عملوها حراس كبار في العالم. وهذا عمل تاع عصام الحضري واللي حضر له القاروره، وهذه القاروره ليست يعني اول مره. مش لا انا مش كانت تقليل. كانت معموله في مرات سابقه. لا هو مش تقليل، دي حاجه احترافيه. لكن اقصد في فرق، حد يكتب له وفي حد هو اصلا بخبرته من كثرة اللعب. لا 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 عارف دي حاجة. لا لا شوف حمدي، في هذه أنا أختلف معك. قلت لك أبو جبل لم يعمل سابقة في كرة القدم، فاتوا إليها الكثير والكثير من الحراس، لأنك ما تقدرش تحفظ 15 أو 16 لعب وما على بالكش أصلا شكون اللي راح يسدد ضربة الجزاء. إذن كاين اللي يستعن بورقة، كاين حراس يستعنوا بورقة، كاين اللي يستعنوا بزجاجة، كل استعانة بجزئية. لكن استنى بس خليني أختم لك، ما تقطعت لي الكلام. اتفضل بسرعة كل اللي أنت بدئ لي حصة من أول أحمد نقول له تفضل بسرعة. شوف لو كان عمله كرونو أنت ربما أكثر واحد أنت ويسعد يتحدث. طبيعي احنا بنتكلم عن المنتخب المصري وفي مصري موجود وفي أربعة، طبيعي. تفضل بسرعة. أبو جبل النهاردة بس برد على سؤال يسعد، إن هو لو في مستقبلا أو مباراة كأس العالم بتحديد لا أتمنى إن الشناوي اللي موجود، ليس ثقة في أبو جبل، بالعكس هو لو موجود شفنا منه تجارب على مدار البطولة يخلينا برضو مطمئنين، ولكن تحتاج الشناوي أكثر. نعم. نستمع لرأي علي بن شيخ، لو كنت مدربا للمنتخب المصري في فاصلة مارس، هل سيلعب الشناوي أم أبو جبل؟ هم شوف في زوج حراس مستوى عالي. الأول معروف بلي جرون غارديان بيت، تاني أبو جبل كيدخل وعطى الثقة والأسيرونس للفريق تاعو. هنا تدخل عند المدرب تاع الحراس، هو اللي راح يتكلم مع المدرب كيروش، واللي هو اللي ينجم يقول له يتكلموا في زوج باش شكون يكون حارس في مارس. أنا اللي في زوج حراس في المستوى، يلعب هذا أو هذا حراس في القمة، يعني في نفس المستوى. أنت في اعتقادك في نفس المستوى وتبقى الحارس دي غارديان بيت هو اللي ينجميه في زوج ممتازين. راك فكرتني في حكاية أحسن حارس في الدورة، في الدور الأول أحسن حارس شكون؟ الشناوي. نعم صح. معناتها ماندي لعب مقابلتين، ما لعبش مقابلة الأولى، لكن أحسن حارس في الدور الأول هو الشناوي. نعم. ذلك نظن بلي جائزة فيها وعليها. نعم. لكن أنا على كل حال رأيي الخاص، الثقة اللي يتميز بها أبو جبل اذا لعب مع الزمالك، اذا لعب مع الزمالك في الشهرين ولا شهر هذا شهر ونص هذا في الدوري ولا في كاس افريقيا، نظن بلي المستوى تاعو راح يكون بنسبه كبيره هو الاساسي في الدور الفاصل. هكذا حبيبي هذه. إيه لا خد بالك، انا ما بحبش نحجر حاجه. دايما احنا بنشوف الخواتيم،
مش عايزين ننسى انه لولا دور الشناوي برضو في المباريات الاولى ما كانش اصلا المنتخب المصري ده يعني كان حامل عرين بمعنى الكلمه. مش قلت لا اسمح لي انا تكلمتك على الشناوي حارس في المستوى حاليا هذا الحارس ابو جبل ثبت على مهارات كبيره وعلى امكانيات كبيره وراه في فورمه مليحه لما لم يكونش في احسن حارس في يا سي حمدي في الكره القدم كي تكون في المستوى العالي ماشي في المستوى تاع حبيبي ومعرفتي يكون حارس حمدي في المستوى بعد حمدي ما يلعبش انا نلعب وندير مقابلات في القمه قانون تاع كره القدم ما يتنحاش الحارس اللي دخل الثاني لان راهو في القمه ما لازمش تعاود تقصروا خاطرش كون تنحيه راك دخلوا في 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 راسه باللي انت حارس ثاني ألوك هو ماهش حارس راهم في القمة في زوج نورمالمون تخليه يزيد يكمل يعني. وتبقى المدرب تاع الراس هذه الشناوي ولا أبو جبل راه يستنى فيها من 2017 ملي ولا الشناوي ما يخليهاش وكيفاش ولا الشناوي الشناوي كفاه ولا حارس كل حضري راح كل حضري نعم كل حضري راح جا الشناوي راه يستنى في بلاصتو جات الفرصة لا ننسى أيضا أن نبارك للجزائري نور الدين بوعشيرة الذي يعمل ضمن طاقم اليوسيسي في المنتخب السنغالي هو مدرب مسؤول عن تحليل الفيديو يعني تحليل المنافسين وأيضا عن التنقيب عن المواهب السنغالية في أوروبا والتواصل معهم يقوم بعمل جيد نور الدين بوعشيرة ابن مدينة سكيكدا نحيي دائما دخلين دائما رابحين نحييه اليوم فاز بكأس أفريقيا هذا شيء جميل أريدك أن تعيد اللقطات المؤثرة أثناء مرور اللاعبين المصريين بجانب الكأس خاصة أبو جبل ومحمد صلاح ليس شوف هذه ليست الأمور سهلة على الإطلاق أن تمر بجانب كأس إفريقيا وأنا أتذكر نظرات ساديو ماني في 2019 لما أيضا مر على كأس إفريقيا ولم يفز بها نصور هنا محترف خذ اللقطة بتاعت أبو جبل نعم الآن المنتخب المصري في اعتقادك عمور يحتاج إلى عمل نفسي من أجل العودة وأنه اللاعبين سيتجاوزون هذه المباراة بسرعة نظن بلي وصولهم إلى النهاية إنجاز في ظرف المستوى اللي ظهر به في الدور الأول لأنه شوف لو فازت اليوم مصر إنجاز كبير مش إنجاز لأنهم أول مرة يفوزوا لأنهم عاد 7 دورات ولكن بالمستوى تاعهم لو خسر منتخب السنغال نظن بلي إخفاق كبير العكس نظن بلي إلى ربح السنغال تبان عادية لأنه أحسن فريق في إفريقيا نعم. وإذا خسرت مصر وهي خسرت مصر حاجة نظن بلي نقدر نقوله بلي إنجاز لأنها مستوى إمكانيات ما نقولوش محدودة إمكانيات لباس بها قدر يقارع كبار القارة ويوصل للنهائي نظن بلي كيخسروا اليوم يخسروا لأن يحزنوا بزاف لأنهم وصلوا وما داوش للكأس ولكن وصولهم ديجا ستاني إكسبلو نظن بلي إنجاز كبير نعم حمدي بصراحة هل كانت كرة القدم اليوم عادلة يعني هل الفريق الأحسن هو الذي فاز طبعا هو قال كلمة مهمة جدا كابتن عمار اتفق معاه 200% انه النهاردة الفريق المصري لو كان كسب كان هيكون إنجاز كبير ولكنه لما خرج زي ما قال كابتن علي خرج بشرف المنتخب السنغالي هو لو كان خرج النهاردة او ما كانش فاز هو ده اللي كان هيكون اخفاق كبير لان هو فعلا استحق الفوز احنا بص الاداء المنتخب المصري مشي بشكل تصاعدي وبشكل تصاعدي مفاجئ حتى في مباراه اليوم ويمكن انا وانت كنا بنتكلم بعد الحصه اللي فاتت وقلنا يمكن مش متفائلين قوي في ظل الامكانيات اللي موجوده ولكن في كل الاحوال ادى اداء كويس جدا فخروج مشرف بالنسبه لي السنغال هي اللي كانت خرجت كان يكون اخفاق كبير ليها وحتى بالنسبه لنا كمصر انت خسرت امام السنغال دي برضو حاجه يعني في النهائي ماهيش انت في دلوقتي في المركز الثاني يعني وعندك حتى الجائزه ماديه كبيره تقريبا 2.7 مليون دولار فده شيء كويس جدا وهم استحقوها المنتخب السنغالي رغم يعني دهاء وذكاء المنتخب المصري في محاوله اقتناص هذه البطوله من المنتخب السنغالي نعم اسمح لي اقول كلمه اليوم ماني شامبيون دافريك هكذا اليوم ماني عطاو له احسن لاعب غدوة ليفربول تدي تشامبيونز ليغ ماني يعطيوا له بالون دور يقدر يفوز بها بيسر. ان شاء الله الشامبيون دافريك
ولو كان ليفربول تخرج شامبيون دوروب نعم كاس افريقيا ورابط الابطال بيان سور يعطيو له بالون دور كان يزيدو يمسو ميسي ورونالدو نقعدو غير في الشيخوخه خلاص دور بيان سور الدور ان افريكان دي بالون دور نعم كيما داه جورج ويا جورج ويا نعم انا جو بونس كو ليفربول لو كان يخدموا باش يديو شامبيونز ليغ الشيخ يميريتي الان بعد نهايه هذه الدوره انت شاهدت الكثير من المباريات قلت لك بعد نهايه هذه الدوره الا تعتقد بانه الاداء الدفاعي والاعتماد على الدفاع في إفريقيا أحسن من الاعتماد على اللعب الجميل أو الاعتماد على الهجوم؟ شوف المنتخب المصري بإمكانيات قليلة، عندهم نجم كبير اسمه محمد صلاح، لكن بقية اللاعبين غير معروفين ما عدا النني أو مصطفى كمال، البقية غير معروفين. ألا تعتقد بأنه اللعب وتحصين الدفاعات قد يعني يوصلك إلى النهائي دون أن تعتمد على اللعب الجميل واللعب الهجومي في إفريقيا السوداء أتحدث؟ لا، كرة القدم نعطيك مثال برك مصر الكؤوس أفريقيا اللي داتهم هل كانت تلعب كيما اليوم تلعب للور؟ لا لا، في غانو في أنغولا يلعبوا لأن كانوا عندهم هجوم في المستوى وكانوا يهاجموا ويربحوا في أفريقيا ويربحوا في مصر. نعم دونك داو سيت كوب دافريك ما قعدوش للور يستناو في شيخي وقتاش يجي ماركي، لكن لعب دفاعي ما تحقروش بن شيخ. ايه اليونان في 2004 بالدفاع دات كاس اوروبا بيان سور يا سي شيخي، فازت بكاس اوروبا بيان سور دات كاس زومبيا أوروبا. زومبيا لعبت الهجوم لما فازت بكاس افريقيا داكور يا سي شيخي في 2012 والراي زومبيا لكن فازت بكاس افريقيا بالدفاع زومبيا والراي زومبيا ما تأهلتش ومصر وراها وراي الفرق اللي لعبت الهجوم احنا لعبنا الهجوم من الدور الاول اكبر فريق صنع فرص واكبر فريق ضيع لقطات السنغال الجزائر السنغال السنغال احسن فريق اللي صنع فرص هو السنغال او كاس افريقيا لا تحدثوا عن الدور الاول لا لا انت دور الدور الاول قلت لك المنتخبات اللي تلعب كره جميله مثل المنتخب الجزائري مثل المنتخب الايفواري مثل المنتخب المغربي كلها غادرت الدور الاول تقدر تقدر والمنتخبات اللي تلعب كره واقعيه وتلعب تلعب اسمح لي الكاميرون قدم كره ما قدمش اسمح لي بوركينا فاسو قدم كره سؤال محمد منتخب سنغالي في دفاعيا واش انت كصحافي كخبير في الرياضه واش تقول فيه المنتخب السنغالي ويدافع ما يهاجمش ما يقدرش يدافع ما يقدرش يدافع علاش ما يقدرش يدافع عنده لاعبين اللي يا سعد خويا تكلم قال لك الفريق اللي يلعب الهجومي كيما الجزائر قال لك العجائب احنا كي كنا نشوفوا في المقابله تاع الجزائر هو كان يشوف الجزائر واحد اخرى كان يشوف في واحد فريق وطني واحد اخر وحنايا كنا نشوفوا في فريق وطني كان قلت نتحدثوا بلغه الارقام بلغه الارقام احنا في الدور الاول اكبر فريق صنع فرص للتسجيل مناصفه مع المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري ياسر مام درتو 450 باس اللي جامي صارت البارسا ما دارتهاش في كانت في القمه ايوا حاجه مليحه هذه بيان سور 450 باس شيخي باسي بن شابير بن شابير يباسي لعمور عمور يباسي القدور ونقعدوا ندوروا لتم والناس يتسجل وراه تروح النهائي وراه تدي كاس افريقيا وانت قعد باسي يا اخي ليك ليا برك انا ما اسمع اسمع سي بروفي في الكره القدم في العالم لي زيكيب اللي يلعبوا كره القدم جميله ويهاجموا هما توجور لي داو لي تيتر تاخذ في لي كلوب خذ الريال مدريد خذ البارسا خذ الباير جوفنتوس كي كانت لاتليتيكو الانتر دو ميلان مع مورينو قعدوا اللور داو كوب داو كوب دوروب بصح من بعد خلاص رقدوا مي الريال قاعده غير تدي البارسا دات البايرن دات لي هاجم هو اللي يعني في افريقيا انت تنصح باللعب الهجومي بن شيخ تلعب الهجومي منظم كيما اليوم السنغال اليوم السنغال عندهم دفاع في القمة دفاع انتليجون يلعب كرة القدم ما يضربش برك يخرج الكرة ويلعب وهذا يمد الهدم ضامة كانت فهمني دونك يولي قوي كي يكون عندك بون ميليو تيران اللي يعرف يشد الكرة واللي يعرف يطلبها من عند لي ديفونس ويعرف يلحقها له يكون عندك فريق قوي اليوم مصر كانوا بيارو جروبي دفاعيين صح بصح مصر ما كانش كيف في الديزوي مات في ليفانتسا مات ما ترميش الكره كذا تخرجها نعم اعطينا اجواء تسليم الكاس للمنتخب السنغالي وقبل ذلك نشاهد ايضا لقطات من حفل الختام تفضل يا سعد بورحلي كنت تريد ان يعني
تكلمت انت على المنتخبات اللي دافع وتحصل. نعم. كنت كي واش تشوف المنتخب الجزائري دافع؟ ما يقدرش يدافع. ما تقدرش تدخل لك عنده لاعبين فنيين بالناصر بادم زربان تحب تدافع تلقى روحك تهاجم. تقدرش لازم دير بوسيسيون. في الفكر تاع اللاعبين تلقاهم يهاجموا بلا ما يتكلم عليهم المدرب. صحيح. صادر كاين اوقات وين المدرب. لكن بورحلي لا تعتقد بانه في افريقيا يعني اللعب الهجومي لا ينفع كثيرا في افريقيا، حتى ما نقولوش اللعب الدفاعي، نقولوا اللعب المباشر، يعني تحصن الدفاعات وتلعب مباشر يعني تسجل الاهداف، اما انك تريح كما قال بن شيخ منتخبات تلعب التمريرات والاستحواذ السلبي تخرج عليهم تريغروبي تلعب ديريكت اللعب المباشر، وكاين منتخبات ما تخرجش عليهم. نعطيك حاجه، المنتخب المصري ما موش في افضل احواله يعني من ناحيه كاليتي تاع لاعبين، ولكن ما شفناش يعني يطيش كره يخرجوا بها يعني بتركيز كبير من الدفاع ويحاولوا يديروا الهجمه سريعه ولا المضاده. يعني انت تتوقع هذا الموسم يكون عام اسود للمنتخب المصري؟ يعني خسر نهائي كاس افريقيا وزيد يخرج من احصائيات كاس العالم. لا 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 من الكلام الوحش ده. لا 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 شوف انا نتحدث على تكهنات يسعد العام الاسود على المنتخب المصري. انا تكلمتك تقريبا رايي الشخصي على كل انا لسه طالع للمركز الثاني النهارده اخويا خالي تقريبا يعني حساب يعني على الورق على الورق يعني ما ندخلوش في يعني كي تشوف المنتخبين في اثنين كاين فرق بين المنتخب السنغالي والمنتخب المصري. ربما القرعه حظكم كان سيئا في القرعه لما قابلتم المنتخب السنغالي وهو اقوى منتخب يمكن مقابلته. لا بس انا بالنسبه لي افضل بكثير لانه ان لم يكن السنغال افريق اخر كان قدامنا ثلاث فرق عربيه ممكن نتواجه معهم، الجزائر وتونس والمغرب. انا بالنسبه لي اشوف كوره نستمتع كل حاجه، لكن اللي ممكن تدير شحناء ما بين الناس ملعون ابوها. صح. فانا بالنسبه لي كويس جدا، معلش السنغال، وبالعكس ممكن تكون حاجه كويسه جدا، ممكن تكون حافز لمباراه النهارده تيست ممكن واختبار. تكون مباراه ثأرية للمنتخب المصري عمار يعني ممكن تكون حاجه يعني اختبار. شوف الحاجه الممتازه في المنتخب المصري ممكن ما كانش في المنتخب السنغالي، هو يعرف كيف يسير المقابلات ويعرف كيف يتعامل مع المقابلات سواء في دوره مغلقه او في مقابله فاصله او مقابله مصر السنغال في مصر راح تختلف اختلاف كامل للنهائي هذا. صحيح. تكون مختلفة، ومنتخب مصر ما ظنيتش راح يغامر للهجوم ويخلي مساحة اللور لأنه عارف آليات وعارف إمكانيات الهجومية تاع منتخب السنغالي اللي نظن بلي من أحسن وسط ميدان وهجوم في الدورة هذه. لذلك نظن المنتخب المصري راح يتعامل بطريقة طريقة ممكن كيما هذه، ممكن طريقة شوية هجومية لو يلقى مهاجم ممتاز يقدر يعاون مع محمد صلاح، لو يلقى وسط ميدان هجومي اللي يقدر يعاون وسط الميدان الحالي مع فتحي ومع سولية ومع النني نضبلي يقدر يدير صعوبات كثيرة للمنتخب السنغالي. نعم. مباراة مارس صراحة مباراة ثأرية بالنسبة لمصر بن شيخ. والله شوف كرة القدم جامي تقول تمد واحد ديركت فانكور، تخلي تمد 80% وتخلي 20% للفريق الادفيرسير والكرة القدم. لأن إيماجين أنت المقابلة الأولى في مصر ممكن نقوله تخرج 0-0 والروتور سينيغال قال قد تنفتح تهاجم وهنايا مصر تعرف كيفاش تلعب 1-1 يتأهلوا إيماجين 0-0 السنغال في الروتور هي اللعب تحت هاجم السنغال ماشي فريق اللي يلعب اللور تنفتح ممكن، ولكن كي نتكلموا بالمنطق نشوفوا بلي السنغال هي الاحسن. نعم. اذا ننتظر شهر مارس حتى نرى كيف ستكون فعل المنتخب المصري. وحمدي انا نقصر معك فقط لا لا. ما يكون لاعب اسود ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله تتاهل. انا لست متعصبا في كره القدم على الاطلاق، ولكن انا عندي وجهه نظر متواضعه. انا بشوف النهارده ليه المنتخب المصري كان مركز كتير في الدفاع. اولا هي اتفق معك ان الهجوم في حد ذاته دفاع، الهجوم في حد ذاته دفاع. الحاجه الثانيه النهارده مثلا انا عندي اثنين من اهم اللعيبه في عنصر الدفاع مش موجودين، عمر كمال واحمد حجازي. عشان اقدم بشكل قوي جدا وبقلب جامد على الهجوم لازم الدفاع يكون عندي محصن زي ايام ما كان موجود وائل جمعه واحمد فتحي والكلام ده كله. ما حسيناش حمدي ما حسيناش بكده. لا هو ده جاي على حساب الهجوم. انا كمهاجم اقدر اخد بقوه، وانا متاكد ان في حارس مرمى قوي وفي دفاع قوي جدا. دلوقتي خلاك ان انت مش بنفس المستوى. مقابله نيجيريا منتخب المصري حاول يبني اللعب، حاول يخرج من القوقعه تاعو من اللور ويبني اللعب ويلعب في منطقه الخصم.
تلقى صعوبات كثيره. بس النيجيري تلقى صعوبات كثيره ولعب منتخب النيجيري متحصن اللور يلعب على لي كونتر كان قادر يسجل اكثر من ثلاث. لا احنا فاكرين كويس جدا كان من احد اهم اسباب خساره مصر امام منتخب النيجيري هو التمركزات الخاطئه اللي وضعها كيروش للاعيبه المنتخب معاك بصح ده رقم واحد. التمركز الجماعي لما بدا غير الكلام ده في المباراه اللي جايه هو ده اللي احدث الفرق. التمركز الجماعي كيفاش كانوا متمركزين جماعيا؟ ما كانواش كيف في المقابلات اللي فاتوا يريحوا اللور ويلعبوا على لي كونتر. هي شوف الحاجه المليحه على حسب رايي الفريق تاع مصر ولا المدرب ولا لي ديريجون ايجيبسيان داروا فارق بارابول ثلاث سنوات اللور اللي لعبوا كاس افريقيا في مصر صحيح دونك بناوا فارق. نعم ثلاث سنين الناس ما كانتش نايمه كانت تخدم ولحقوا مصر داروا فريق في المستوى وراحوا به في لافينال كوب دافريك وخرجوا بالشرف. دونك في هاد الثلاث سنين يفو انسان يشكر المسؤولين تاعهم والمدرب والسطاف تكنيك لان بناوا فريق. دركا النقايص اللي مانيش نتكلم على مارس انا ما نتكلمش على مارس نتكلم بعد مارس. بعد مارس يكونوا عندهم قنا وين كاين نقايص يزيدوا ينجيكتيو دوتر جواريس اللاعبين يديروهم في المناطق اللي في البلايس اللي لازم ويكون عندهم فريق قنا قوي لان الناس خدمت وهاو ريزولطا في ثلاث سنين خدموا ما كانوش يستهزوا. هذا زيد على الكلام تاعك في تصفيه كاس العالم اللي فاتت. هذه تصفيه كاس العالم اللي فاتت منتخب مصري ما ظهرش بالمستوى اللي ظهر به في خاصه في مقابله الربع اللي فات. لذلك منتخب مصر راه يتطور من مقابله لمقابله راه يتطور. لذلك تقدر تشوفه في مارس احسن من الدوره هذه يعني ما دير له الف حساب خاصه مع منتخب السنغال. ونزيد لك كيروش اسمح لي اقول لك دي بس كيروش لما حصلت لما هاجموه في الاول خالص طلع بتصريح كان غير معلوم قال انه انا اتفاقي مع الاتحاد المصري انه الوجهه الى كاس العالم وان كاس افريقيا ليست من اولوياتي فكونه يوصل بالمنتخب المصري للنهائي في كاس افريقيا وهي ليست من اولوياته عقد هو كونتر اوبجيكتيف هذه هي وبالتالي نعم. اذا كان هذه النتيجه وفقا لتخطيط ليس من اولوياته فما بالك الشيء اللي هو اصلا متفق عليه ويتقاضى الاجر الاساسي اصلا من اجل هذا الهدف وهي كاس العالم. نعم الناخب الوطني تاعنا المصري اللي كان في 2019 ثاني في العقد تاعو ما كانش كاس افريقيا في ضمن العقد كان تأهل لكأس العالم صحيح وفيه ما عندهم بزاف ما راحوش لكأس العالم كان بسمو وكي تكلم على كأس إفريقيا قال لهم أنا في العقد تاعي مشي الهدف هو كأس إفريقيا وتأهل كأس العالم مع ذلك يعني أقالوه اليوم أنا عمور تكلم على كلمة قال لك المنتخب المصري تطور وش من ناحية تطور المنتخب المصري عمور أنا نقول لك واحد الكلام في كأس العرب شوف طريقة اللعب تاع المنتخب المصري كيف كان. كان المنتخب المصري يهاجم هكذا عمال كان يهاجم منتخب مصري في كأس العرب ها في كأس إفريقيا دار هذه الخطة تاع الدفاع تقريبا. لماذا؟ لأن المدرب يعرف يقرأ المقابلات ويعرف يقرأ المنتخبات بأن المنتخبات في إفريقيا كاين منتخبات كبيرة ويقدروا ما يقدرش ينافسها يعني تخرج تلعب الكرة عمال هذه هي فهم المدرب فهم باللي ما عندوش منتخب يعني مش نقول لك ما عندوش منتخب يعني منتخب ضعيف لا فنيا ما عندوش منتخب ما عندوش إمكانيات هجومية باش يقدر ينافس المنتخبات هذه لهذا عنده هذه الخطة يلعب بها واللي تقريبا دقيقة 60 كما كنت نتكلم أنا وياك 4-4-2 الهجمات المعاكسة وصالحة أنا باش نولي كان مبكبة من كان الحديث دقيقة زيادة هذه شوف نتكلم على المنتخب المصري منتخب سينيغالي مقابلة صعبة على كل أهالي راح جاية تاع الفاصل تاع كأس العالم مقابلة صعبة ولكن حسب يعني الإمكانيات اللي عنده حاليا حسب الإمكانيات اللي عنده باللاعبين هذو المصابين اللي ذكرتهم لي أنا أعتقد هذا اللي دخلوا في مكان المصابين أدوا أحسن من هذو هذا مش تطور هذا اللاعبين اللي تكلمت عليهم قلت هذا اللي يلعب في المحور طويل هذاك حجازي هذا اللي محمد عبد المنعم ادى دور وهذا اللي ضيع ضربة جزاء لاعب كبير اللي ضيع ضربة جزاء تكلمت عليه محمد عبد المنعم اللي كان افضل لاعب في الدور نصف نهائي منتخب الكاميرون. من الشيخ نعطي لك احصائيه غريبه جدا وانت علق لي عليها بطريقتك. الماندي هذا اللي اليوم اهدى الفوز للمنتخب السنغالي في مشواره
في مشواره كامل مشواره الكروي صد ضربتين جزاء فقط، وتسجلت عليه 29 ضربة جزاء. صد ضربة جزاء لما كان يلعب مع ران، وصد ضربة جزاء لما كان يلعب مع تشيلسي. مع ران أمام ستراسبورغ لعبوا ران ستراسبورغ صد ضربة جزاء، ومع تشيلسي أمام السيتي سددها أغويرو شدها هو. في مشواره الكروي 29 ضربة جزاء قاعد دخلت بن شيخ، واليوم هو اللي أهدى الفوز للمنتخب. ما تعليقك على هذه الإحصائية؟ يعني حارس ضعيف جدا في ركلات الجزاء. ما نجموش نقوله هو اللي هدى الكاس للسنغال. هو جبد بيناتي، واللاعبين تاع السنغال زوج، ايه جبد زوج، واللاعبين تاع السنغال سجلوا ما رطاوش. تاع مصر جبد بيناتي الاولى ادي ميني دو جو تاع ماني في المقابله، وجبد في لي تيرو بيت جبد. هنا المصاروا هما اللي ما كانوش مركزين كيما لازم الحال باش يسجلوا، خاطرش الحارس كي يجبد بيناتي ما عليك انت اللاعبين تسجلوهم، هو ودار خدمته تسجلوهم نتوما اللي ما داروش كيما لازم. نعم عمار، لماذا لم يغيره اليوسيسي في اللحظات الاخيره الى عنده الاحصائيات هذه، بانه في مشواره الكروي تسددت عليه 31 ضربه، دخلت 29 وصد 2 فقط، يعني ضعيف في ركلات الجزاء، علاش ما غيروش؟ بالك الحارس الثاني ضعيف ايضا ممتاز بالك في ضربات الجزاء، ولكن هو اللي جاب على الكاس. على هذه يعني يقول لك مفارقه انه واحد من اضعف الحراس في ركلات الترجيح هو اللي اهدى الفوز اليوم. شوف كاين دي فوا مدربين يعتمدوا على الستاتيو تاع اللاعب والاسم تاع اللاعب والاسم تاع الحارس في المرمى، كان يعتمدوا على الحارس هذاك ممتاز في ضربات الجزاء يعتمد عليه يقدر يغيره، ولكن ضبلي ظهور اليوم ماندي الستاتيو تاعو كلاعب كبير كأحسن حارس في العالم في المرمى في ضربات الجزاء مهم جدا ضد لاعبين اللي كي تجي تشوف ماندي ماشي كي تجي تشوف اي حارس واحد اخر. ضبلي هذا الشيء اللي خلى سيسي ما يغامرش بالحارس التاني. احصائيه اخرى، السنغال هو اكثر فريق أو أكثر منتخب فاز بمباريات في الثلاث دورات الأخيرة، 11 مباراة كاملة فاز بها وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، يعني أيضا منتخب قوي جدا من الناحية الدفاعية. إسعد والهجومية أيضا، لأنه شوف تقريبا شوف اليوم كنت خلينا في المنتخب المصري اليوم منتخب سنغالي من ناحية الهجومية من ناحية الدفاعية، كم سجل المنتخب السنغالي من هدف في الدورة؟ هو الكاميرون هم الأحسن. نعم والمنتخب المصري قد سجل مصر سجل كثيرا في الاهداف. شفت الفرق هاو الفرق هنا تشوف المدرب كيروش يتعامل مع المنتخب المصري هذه على حسب الامكانيات. حتى السنغال في الدور الاول ثلاث مقابلات سجل هدف كانت صعوبات ضربه جزاء فقط. نعم. لكن المنتخب السنغالي بالقوه تاعو بدات تظهر من الدور الثاني. نعم امين، قبل ان نختم اعطينا صور من حفل الافتتاح خاصه التواجد الامني المكثف اليوم وحضور الرئيس الكاميروني الذي قام بجوله بواسطه سيارته في ملعب المباراه. اذا وجود امني غير طبيعي اليوم في المباراه النهائية، حتى أنه كانت فيه أسلحة خفيفة ظهرت في عدة صور، وكانت قد صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. حفل ختامي بسيط، بساطة هذه النهائيات. في الأخير تعليقك على تنظيم الكاميرون، هل كان تنظيما ناجحا حمدي؟ لا تنظيم يعني اتكلمنا فيه كتير ومعروف، يعني حتى النهارده حتى المستوى الارضي الاخر يوم يعني برضو فيها ما يقال عليها، يعني حتى المستوى المباريات اللي فاتت يعني ما شفنا صلاح لما كان شد النجيله كده راح طلعت في ايده. انا شفت بس شكل استحضرتني ذاكره 2019 انا شفت المنتخب السنغالي هو رفع الكاس النهارده لما شفنا المنتخب الجزائري هو رفع كأس أفريقيا في 2019 في استاد القاهرة. بجد كانت فرحة كبيرة جدا، ورغم ان هي كانت المرة الثانية المنتخب الجزائري كانت فرحة كبيرة، كانت شيء مميز بصراحة ان هو الجزائر توصل لكأس أفريقيا في على أرض مصر، كانت شيء كويس جدا. تنظيم في كل أحوال انتهت البطولة. طويت الصفحة، لها ما لها وعليها ما عليها أيا ما كان. توجت السنغال العبرة برضو في المباراة في الآخر شفنا
أرضى وحكم بشوش فهمني عادل جدا. كانت لقطة طريفة بينه وبين صلاح إذا كانت موجودة نشاهدها. قال له خد حكم أنت يعني لا تحك وابتسم. لا يعني حكم رزين وعائل مش بارد رزين. فيكتور غوميز ربما هو أحسن إفريقي أو أحسن حكم إفريقي حاليا. قال له خد حكم أنت. فهو حكم قد إيه ما شفناه حتى عملية الامتعاض ولا الاحتجاج من أي فيهم كانت بمنتهى الأدب من كلا الفريقين ليكونوا أصلا فرض نفسه بقوته وثقته في نفسه وفي نفس الوقت بيدي لك شعور انه قراراته ما يفش فيها نديه ولا فيش فيها شيء نعم. من المكر كان شيء يستحق بصراحه حكم كان كويس جدا يعني. نعم اي كلمه تريدون ان تضيفوها في نهايه هذا البرنامج؟ انا حول المباراه أنا حول الدوري الكاميرون في سيلو لي مويا اللي عندهم وشويه مشاكل سياسيه في بلادهم انا نقول داروا كاس افريقيا لا باس عليها مقبوله لا باس عليها مقبوله. كانوا مشاكل تاع في الملعب كي دخلوا لي سيبورتور كاين موتا كاين هذه صح بس بهم هذا اللي لعبوا فيه لا فينال عندهم واحد دو ستاد ولا في القمه ولكن هذا هو سيرون لموايا اللي عندهم. نعم شكرا جزيلا لك علي بن شيخ. في الأخير نعزي كل الأسرة الجزائرية كنت قد سبقتنا كل الأسرة الرياضية الجزائرية نعزيها اليوم في وفاة فقيد الكرة العنبية وأحد أبرز صانعي تاريخها علي مسعود عبد المالك توفي عن عمر يناهز 66 سنة بعد مرض عضال. الفقيد بدأ مشواره في حمراء عنابة في بداية السبعينات ثم اشتهر أكثر في نادي اتحاد العاصمة الذي لعب له بين سنتي 74 و 83 ونال معه كأس الجزائر عام 1981 بعد خسارة نهائيين. تألق أيضا مع المنتخب الوطني وكان أحد المساهمين في الفوز بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر المتوسط سنة 75 ثم ذهبية الألعاب الإفريقية سنة 78. بعد تأسيس نادي اتحاد عنابة عام 1983 كان من الأوائل الذين استجابوا لنداء العودة إلى المدينة الأم رفقة رفيق دربه حسين رابط مساهما في بعث الفريق إلى الأضواء قبل اعتزاله عام 1987. شكرا للزميل عادل حداد الذي كتب عنه وأعطانا كل هذه المعلومات عن هذا اللاعب. إذن رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان. شكرا جزيلا لكم. تريدون أن تضيفوا أي شيء أو تقدموا أي إهداء تفضلوا. أمر أنا نسلم على حبيبنا عبد الرحمن سيقيني من ليزان بوتا بوزريعة وأصله من العلمة يد بلادك. سلموا عليه متابع الحصة تاعنا وأتمنى له التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله يسعد. شكرا اللي قدمناه وتعازينا الخالصة للعب الله يرحمه ونقولوا للعائلة تاعو صبر. عندي زوج إهداءات ولا سمحت لي محمد. تفضل تفضل. كاين جودي لا فامي جودي وريحان يسكنوا في الحراش. كاين سيد علي ريحان زاد عنده طفلة سماه على بركة الله راحيل مرام نتمنى لها إن شاء الله طولة العمر. والوالد عبد الحميد والوالدة إن شاء الله الشفاء العاجل. كان عائلة مصمودي جمال وكان هذا فارس صديقي وخويا نعتز به وبنته لميس يعني تحية كبيرة لهم. شكرا جزيلا لك. وما تزعبش علينا أخ حمدية. لا والله زعلان أنا لست متعصبا في كرة القدم على الإطلاق. بالعكس كاين نقول كلمة أنايا نعاود تخليني نقول كلمة ونرجع لك نخليك أنت مسك الختام كالعادة. لا أنا ما دبي خليك أنت مسك الختام. كاين عون أمن اسمه سفيان لوغاني تلاقيت به اليوم في مستشفى ذراع بن خدة ولاية تيزي وزو ولا غير فوجئت مستشفى مخصص لأمراض القلب. والله يا بن شيخ تحس روحك راك أوروبا في ما نقولش في أوروبا لكن تحس روحك راك في مكان جميل جدا الحمد لله. يعني نظافة تدخل فيه نظافة فيه ابتسامة تقابلك فيه
أجهزة متطورة هناك. يعني رحت زرت واحد المريض هو زوج خالتي، أتمنى له الشفاء العاجل، البوكابوس أصيب بأزمة قلبية ونقل على إثرها إلى ذلك المستشفى. قلت لك مستشفى ما شاء الله، نحيي مدير المستشفى ونحيي القائمين على هذا المستشفى، وإن شاء الله نشوف كل المستشفيات الجزائرية بذلك الشكل. حتى أني تفاجأت وبعدين سألت قلت لهم هل هذه عيادة خاصة أو مستشفى، قالوا لي لا هذا مستشفى مختص بأمراض القلب ما شاء الله. وتأسفت أيضا لرحيل 1200 طبيب جزائري، أنت ربما قريت الخبر أمس بن شيخ، هذوك اللي عملوا مسابقة معادلة الشهادة وراح يغادرنا 1200 طبيب جزائري راحوا إلى فرنسا. هذه تأسفت لها، قريتها أمس خبر محزن، يعني 1200 كفاءة جزائرية هكذا تتكونها الجزائر وتصرف عليها دم قلبها وبعدين تمشي هكذا. ما نقولش بأنه اللوم عليهم لازم يبقوا هنا، لأنه لو تحدث معهم يقول لك أنا وفر لي الإمكانيات وأعطيني يعني كل الإمكانيات باش نقدر نعمل هنايا نبقى. للأسف شديد، للأسف نبدأ بهذه الأخرى هادية سيفريك نتأسفوا لي يروحوا، لأن اللي تاعنا كي تروح واش راح يبقى في الجزائر سيفريك. وزيد قالنا جهة أخرى تكلم معهم قالنا يقنعوك وعندهم الحق، وحنا نعرفوا واش كاين في سيرتان زوبيتو تاعنا. كي تدخل كاين دي زوبيتو وين هنا بك في العاصمة، ما نقولش اسم سبيطار، تروح على 12 تعليل ما تصيب حتى واحد فارغ، غير البيبان ضرب البيبان يتفتحوا كاع، وهذا شيء خطير. حنا نتمناو ك السلطة تشوف لهاد ليليت، نهضر بيان ليليت ماشي هذوك اللي يجيو يكسروا ويسرقوا، ليليت لازم تحافظ عليهم وتعطي لهم لي موايا، خاطرش واحد اللي يقرا اللي هو غدوه مستقبل البلاد، هذا يخلص مليح، هذا يسكن مليح، هذا عنده سياره مليحه. وي ماشي حنا رانا بالعكس، حنا نشوفوا العكس، كاين ناس اللي تكوب سياره ويسكن مليح، كي تضرب عليه تصيبوا تشوفوا واش كان يدير تقول تهبل. نعم هي كاين، شوف بن شيخ انا في رايي كاين ثلاث قطاعات في الجزائر، هذو لازم تخلصهم مليح ولازم تحطهم في افضل مكانه في المجتمع، اللي هما قطاع التربيه والتعليم، الاستاذ اللي راه يحارب في الجهل هذا لازم يخلص مليح، لازم ياكل مليح، لازم يسكن مليح، لازم يكون في وضعيه مريحه باش يقدر يحارب بالجهل ويخرج لنا جيل جديد يقدر يرفع البلاد. اذا نعم قطاع التربيه والتعليم والعدل. قطاع العداله ايضا، لانه لما تكون هناك عداله في البلد الأمور تكون مستقرة وتحس بأنك جزائري ولست نصف جزائري أو ربع جزائري، تحس روحك بلي راك جزائري في بلادك، وأي واحد يحقرك أو يحاول يظلمك عندك قطاع تقدر توجه له وهو العدالة، بالإضافة للقطاع الطبي. قطاع الطبي ناس اللي راهي في الصفوف الأمامية تحارب في الكورونا وتحارب في الأمراض، هذا الناس أيضا لازم يأكلوا مليح، لازم يلبسوا مليح، لازم يكون عندهم سيارة، لازم نوفروا لهم أفضل الظروف. تربية وتعليم، العدالة والصحة، إذا كانت هذه القطاعات في أعلى مستوى أعتقد بأن هذه القطاعات هي التي تقدر ترفد البلاد، مع احترامي لكل القطاعات الأخرى. أنا ما شاطرش في هذه، لأن سيفري اللي يقروا لازم يسكنوا مليح يقراوا يخلصوا مليح وكذا، الطب كيف كيف، والثالث شكون قلت؟ العدالة عندنا الناس تاع العدالة في المستوى، ولكن العدالة بور المومون ماهيش مستقلة. تحكم دي بروكيرور دي جوج عندنا في المستوى، ولكن كي تكون ماهيش مستقلة لانديبوندونس لا جوستيس اللي تخليك، وكاين سيرتان بيي فو با نداو سيرتان بيي، تروح في فرنسا يا اخي سيتي اون غرون ديموكراسي وكذا، وكاين وين العدالة التماتيك تمشي التليفوني صوني، إلا بتات في أمريكا أو في بريطانيا أو في ألمانيا ممكن هاد البلدان وما نعرف فيها أمن. بلا الأمن ما ينجمش يقري، بلا الأمن ما ينجمش الطبيب يداوي. الأمن قالنا لازم في أنا نظن كل واحد ليخلص على حسب المعيشة اللي رانا عايشين فيها، خاطرش هذاك لاجون سيكوريتي اللي عنده زوج دراري ينوض باش يعسلك وتعطيه 3 ملايين ونص ما ينجمش يعسلك، يقول لك انا 3 ملايين ونص نرقد خير. اي صح ولا لا؟ بيان سير. وعلى يحس على 3 ملايين ونص ما ينجمش، ميم با يشري كبش نهار العيد، كبش ما ينجمش يشريها يا ابن عمي.
إيه وتشوف واحد آخر يجوز عليك كيرو له بغير الكروسة اللي دير زوج ملاير ولو كان تضرب عليه واش يدير توالمي يخلص لي زامبو توالمي يبيع الكوكايين توالمي يدير غير الحوايج اللي ماشي ملاح وراهو يمشي ويتكسل او في او زيو دو تو الموند سي با نورمال ماهوش حق لا كل واحد يميريتي الصالير تاعو كل واحد اللي يتعب ويعرق عنده حق يدي صالير مليح باش يعيش مرتاح وكل واحد لازم يحلل ايضا الصالير تاعو بالشيخ اللي قاضى راتب شهري لازم يحلل هذاك الراتب الشهري في المكان اللي يكون موجود فيه ان شاء الله تنصلح احوال البلاد بالشيخ اعطينا صوره كل حل... علي مسعود تحته قاعد بن شيخ كويسي وبعدين شكون القدروسي القدروسي بطروني القدروسي بطروني نعم لا عنده اللي باللحيه هذاك توفى ايضا بن شيخ نسيت اسمه عويس اعتقد هذا كمال عويس كمال عويس نعم سرباح صفصافي ماشي باريس هذاك ولا معزيز لا باريس كدو واللي اغوش قايتيك اللي اغوش قاع يا ربي ماني نشوفه مليح سرباح الله يرحمه نعم قدام سرباح قدام سرباح شتون على كل حال معزيز 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 لاري سنترال نعم معزيز اللي كان يلعب في سي ار بي قالنا نحيي ونسلموا عليه ها هو علي مسعود الله يرحمه كدينا هذه في هذه ميداليه ذهبيه الله يرحمه هذه الالعاب الافريقيه 75 78 جوزنا هذه صورته مع اتحاد العاصمه جوزنا الفريق اللي تالق فيه واشتهر فيه اش ربي يرحمه ويسع الله يرحمه برحمه الله هذه مع النعم نحيي ان نطلبوا له الرحمه وعطي صبر لوالديه وضل البرلمان موكازيون نسلموا كاع على ناس على النابه ونتمنوا الفريق تاع النابه انجور يطلع ديفيزيون ان باسكو ميريتي وعندهم ملعب في القمه عندهم لي سيبورتور كبار ما شاء الله ان شاء الله على كل حال نزيد نسيتوا واحد نطلبوا الرحمه للعائله تاعو افليتو ليه كيف كيف ما رحمته ربي يرحمه يجعله في الجنه هو قالنا ستانونسيان جوار اللي هو عبدي بالعباس عبد الجلالي تحدثنا عليه في الحصة جلالي توفى ربي يرحمه يعطي صبر العائلة تاعو اللي فرار عبدي كانوا يلعبوا وكاع كرة القدم في القمة هذو نعم نتمنى أيضا الشفاء العاجل لابن عمتي إبراهيم شافعي الذي يوجد بمستشفى رويبة إن شاء الله ربي يشفيك شفاء لا يغادر سقما تريد أن تقول شيئا في النهاية حمدي تفضل خليني ابدا بس مباشره كده طبعا باعتبار تقريبا اخر حصه في هذا بطوله كاس افريقيا انا رقم واحد بس ان انا اعتذر من الجمهور اذا في اي من المداخلات تعصبت من اجل المنتخب المصري او اي شيء لان انا هنا امثل المصريين ليس فقط حمدي خاصه مع الحلقات الاخيره وجدت جمهورا مصريا يتابع ويبعثوا لي على مواقع التواصل فطبعا انت بتمثل المصريين ليس فقط حمدي ولكن انا لست متعصبا في الكره ايا مكان هبدا اقول التهنئه بس لصديقي وبعدين خليني اختم بكلمه تهنئه لصديقي واخي كمال خليفاتي بفوزه بعضويه مجلس الامه الجزائري عن ولايه البليدة ألف ألف مبروك يا كمال اسمح لي أن أنا أوجه شكر لقناة الهداف بصفة عامة صاحبة الدعوة والاستضافة طوال هذه الفترة في كأس الأمم الإفريقية أنت فاكر لما كلمني محمد شيخي من أجل هذه المشاركة التي تشرفت بها على مدار عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية بالنسبة لي كان تحدي قوي أو تحدي جميل ولكن أعتقد يعني أو أزعم أن أنا وفقت في هذا التحدي حسب أصداء الجمهور أو حسب الشارع حبيت أشكر مدير القناة نبيل عمرة أو نبيل عمرة أشكر محمد شيخي بن شبير بحنيكة وكابتن عمار وكابتن ياسعد وكل الكباتن الموجودين الطاقم اللي موجودين في الكنترول كلهم ناس اللي تعبوا معانا على خلال الفترة ديت أنا بجد كانت تجربة كويسة جدا حتى وديا قد إيه شفنا الناس طيبين جدا شرفت كمان نعم. كابتن علي بن شيخ يعني على رأس قائمة المحللين الناس اللي ما بيحبوه جدا منين ما تروح يسألك عليهم شكرا لقناة الهداف شكرا لكل العاملين في قناة الهداف شكرا لكل الناس اللي تقبلوا حمدي شجيع متحدثا في الشأن الرياضي على هذه أكبر قناة
جزائرية أو أكبر قناة رياضية في المغرب العربي. شكرا كمان للجمهور المصري اللي تابعنا من هناك. نعم. على مدار الفترة اللي جاية بشكركم جدا على هذه الفترة الجميلة. نعم شكرا جزيلا لك, ونحن أيضا بدورنا نشكرك ونشكر الزميل محمد لمين بن شبير الذي وفى بوعده وجلب اليوم. صحيح. قصعة كبيرة من الكسكسي بال... نعم الوالدة. نعم تحية لوالدته. بن شيخ كيف كانت أكلة الكسكسي اليوم؟ وقالوا لي بأنك أخذت قطعتين من اللحم وليس قطعة واحدة. ديت الأولى والثانية شفتها سعد كان مخبيها تكيت عليها. يعني صح اللي قالوا لي ما كذبوش. صح بنين طعم بن شيخ؟ الله يعطيها الصحة. نقول له الحجة ولا تشوفين نقول يعطي الصحة. بعد بتعتنا وحنيكا وجا قال ثلاثة وليس اثنين. مش عالي بصحتي بصحتي, ولكن رانا نسنى وتعشيخي. انت تضل تهضر ما جبت والو انت قدام الناس قاعد لازم نشوفوا ماكلتك. خلينا نذكر المشاهد بسبب هذا, بسبب التحدي ده, ان هو كان تحدي بيني وبين شبير في مباراة مصر. وكانت مين كانت المباراة اللي بعدها؟ مع كوت ديفوار ولا السودان؟ لا انا كوت ديفوار. فكان تحدي ان هو قال مصر مش هتفوز فراهننا على هذا الموضوع. فهو عشان الناس اللي بعتوا لنا في كل حته وين راهوا الطعام بتاع بن شبير, وفى يا جماعه بالوعد وربنا يجازيه كل خير ووالدته اللي تعبت. لا نزيد نقول لك بن شبير ما جابوش من اجل الرهان, ولكن من الاول قال لي حبيبنا وضيفنا المصري لازم نكرمه في النهايه. هو كان راح يجيب الطعام سواء تأهلت مصر او لم تتأهل. شكرا جزيلا لكم, شكرا للطاقم الذي عمل معنا طيلة أيام هذا الشهر, المخرج المتألق بوعلام عبا, وكذلك المخرج الرائع حمزة سلمي. رغم ظروفه الصعبة ورغم وفاة والده إلا أنه عاد واشتغل معنا رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. شكرا لسفيان بوبكر, شكرا ليغرطة في الصوت, شكرا لمحمد لمين بن شبير, لزميل رضوان بوحنيكة الذي اشتغل معنا كمقدم في البداية ثم انتقل إلى وراء الكواليس يمدنا بالمعلومات والفيديوهات والصور. شكرا لكل من ساهم بقطع